الأخوات الأخوة الأفاضل، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في الصالون الثقافي العراقي بلوس أنجلوس. موضوع اليوم يتناول ظاهرة بيئية تهدد الوجود العراقي، فقد توالت وبوتيرة غير معهودة موجات العواصف الترابية والرملية في العراق خلال النصف الأول من العام الجاري، أو ما يسميه العراقيون الزائر الأصفر. يعزها البيئيون والمناخيون إلى قلة الأمطار والاستنزاف العشوائي لمخزونات المياه السطحية والجوفية من دون ضوابط وقيود، وكذلك إلى تدهور حالة التربة في منطقة الصحراء الغربية والبادية المحاذية للأراضي السورية والأردنية والسعودية نتيجة حركة المركبات العسكرية. وقد سبق للباحث الصحفي الأمريكي لورانس غريزولا القول في كتاب له صدر عام 1954 يقول ما يلي: لم يكن في تذكر المرء أن العواصف الرملية كانت النتيجة الأخيرة لتدمير المغول نظام الري، وبذلك خربت الصحراء المتجاوزة حدود موارد الغذاء في البلاد، بل أتلفت المناخ أيضا. أقول طبعا، والحديث للصحفي الأمريكي: لو أن قدر للقنوات والسدود القديمة أن تنشأ من جديد، إذن لتطور مناخ بغداد وغدا أكثر اعتدالا، وإذن لكان من الجائز أن تختفي العواصف الرملية. هذا قول الصحفي الأمريكي. وكم من المغول القدامى والجدد مروا بالعراق. حول هذه المحاور تحدثنا ضيفة اليوم البروفيسور جيهان بابان، المتخصصة والخبيرة في مجال البيئة. الأستاذة الدكتورة جيهان أنور بابان هي خبيرة في شؤون البيئة والصحة والطاقة والتنمية المستدامة، متخصصة في علوم البيئة، عالمة بيئية أكاديمية. حصلت الأستاذة جيهان على البكالوريوس من جامعة الموصل وعلى الماجستير من جامعة لندن والدكتوراه من جامعة اليو سي ال في لندن، وشهادة الاختصاص في التربية والتعليم العالي من جامعة لندن في المملكة المتحدة. للدكتورة جيهان أكثر من 70 بحثا علميا منشور في بريطانيا وأمريكا، بالإضافة إلى مقالات في الصحف والمجلات حول التلوث البيئي في العراق، كما قدمت دراسات ومحاضرات في المؤتمرات الدولية والعالمية من ضمنها مؤتمرات الأمم المتحدة حول البيئة والطاقة. تقوم الدكتورة بابان حالياً بدراسات وبحوث علمية في إحدى جامعات أكسفورد في المملكة المتحدة حول التقييم البيئي وتطبيق الإدارة الصحية للبيئة. أسست الدكتورة جيهان في لندن عام 2019 المركز العالمي العراقي للطاقة المتجددة، كما أسست عام 2020 شبكة البيئيين العراقيين، سبقها تأسيس جمعية البيئة والصحة العراقية في بريطانيا عام 2015 من قبل الدكتورة جيهان، وهي جمعية أكاديمية علمية. ومن أهم أهداف هذه الجمعية دراسة وتقييم المتغيرات البيئية في العراق وتقديم الحلول والمعالجات لمشاكل التدهور البيئي الذي يشهده العراق والسلامة والصحة البيئية، وبالتعاون مع الجهات الرسمية العراقية المتخصصة. فأقامت حوالي 15 مؤتمراً دولياً وورشات عمل علمية حول التلوث البيئي في العراق،
وسبل معالجته للحفاظ على صحة وسلامة المواطن العراقي. ومن ضمنها 8 مؤتمرات دولية في جامعة UCL في لندن وتحت عناوين مختلفة، منها التدهور البيئي في العراق وتأثيره على صحة المواطن العراقي، التصحر في العراق بين شحة المياه والتغيير المناخي، السرطان والتلوث البيئي في العراق، الأسباب والأعراض السريرية والعلاج، معالجة وتدوير النفايات في العراق بين متطلبات حماية البيئة والصحة وفرص الاستثمار، واقع الأهوار العراقية، التحديات والفرص، تحديات التطرف والإرهاب في العراق وتأثيراته النفسية والبيئية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات المهمة. فأهلا ومرحبا بالدكتورة جيهان بابان وهي تحدثنا اليوم مشكورة عن العواصف الرملية في العراق بمحاضرتها الموسومة الأسباب البيئية والتبعات الصحية للعواصف الرملية والترابية في العراق. مرحبا بكم أستاذتي الفاضلة. والآن شكرا جزيلا أستاذنا العزيز، ومساء الخير أو صباح الخير للجميع، ومساء الخير للجميع. شكرا على استضافتي في منبر منصة الصالون العراقي الثقافي في أمريكا لوس أنجلوس للحوار، وموضوعنا اليوم هو حول الأسباب البيئية والتبعات الصحية للعواصف الرملية والترابية في العراق. طبعا نقطة البدء، لماذا أصبح العراق مسرحا للعواصف الرملية والترابية المتكررة التي تغطي سماء بغداد ومناطق أخرى في العراق، مما دفع السلطات إلى تعطيل الدوام الرسمي، إغلاق المطارات، يتضاءل فيها الرؤية في الشوارع الخالية من السكان، يستيقظ سكان العاصمة على طبقات من الغبار تغطي منازلهم وحالات الاختناق والكثير من الأمور الأخرى. ولو عدنا إلى تاريخ بلاد وادي الرافدين، فهناك اكتشفت الزراعة وتم تدجين الحيوانات قبل 10,000 سنة، والتي اعتبرت ثورة في تاريخ البشرية القديم. وفي الجنوب كانت هناك ما سميت تاريخياً بجنة عدن بسبب مسطحاتها المائية الواسعة والتنوع الأحياء الحيواني والنباتي والمذاق، والملايين من أشجار ملايين من أشجار النخيل والأسقة والثقافة المميزة التي حافظت على التراث والتقاليد السومرية والأكادية. وبعد تشكيل العراق الحديث قبل 100 سنة وبعدها قيام الحكم الملكي، كان المهم الرئيسي هو الفيضانات المتكررة اللي كانت موجودة في العراق، وليس شحة المياه والجفاف. وكانت إدارة المياه آنذاك تتركز على إقامة السدود لدرء خطر الفيضان، الذي كانت أحد فوائده تجديد خصوبة السهل الرسوبي الجنوبي بسبب ترسب الغرين في الأرض الأراضي العراقية والتي تغمرها الفيضانات. وفي 40 سنة الماضية دخل العراق في نزاعات استهلكت موارده المادية والبشرية، وتم تجفيف الأهوار وتجريف البساتين وتجريف النخيل بحجة حماية الأمن الوطني، كما لم تستثمر الأنظمة المتعاقبة على الرغم من الموارد المالية الهائلة في تطوير منظومات للري والزراعة، تعتمد التكنولوجيا الحديثة وتنهي استعمال الطرق القديمة التي تعتمد على السيح وغمرها الأراضي الزراعية بالمياه، والتي أدت إلى زيادة تملح الأراضي وتقليل خصوبتها وهدر الموارد المائية أيضا. وفي الوقت اللي فشلنا فيها كحكومات المتعاقبة قبل وخاصة بعد 2003 في استثمار الموارد المالية في بناء قطاع صناعي وزراعي وطني، شجعت الاعتماد على الاستيراد عبر إجراءات متقاعسة لدعم للمنتوج الوطني، بل ولن تتحرك بشكل فاعل عندما قامت تركيا بإقامة سدود عملاقة لإرواء الملايين من الدونبات لدعم أمنها الزراعي، وإيران التي
قامت بتحويل مجرى أكثر من 40 رافد تصف المياه العراقية إلى داخل أراضيها، بينما يعتمد كلا البلدين اقتصادياً على استيراد العراق من منتوجات بمليارات من الدولارات. لذا ملاحظتي الأولى أن العواصف الغبارية والرملية ليست نتيجة التغير المناخي، ليست كلياً نتيجة التغير المناخي على أهميته الذي فاقم منها، بل هو امتداد لسياسة التدهور البيئي وضعف إدارة الأمن المائي والغذائي بخطط استباقية تعتمد على تقييم موضوعي للمخاطر المرتبطة بهشاشة البيئة العراقية من ماء وهواء وتربة، ضاعفت من تأثيرات التغير المناخي على العراق. كما تلاحظون في هاي الخريطة هو أن الجغرافيا البيئية للعراق ذات علاقة بالموضوع، حيث تحيط العراق مناطق صحراوية تشكل 80% من الوطن العربي، ومن أهمها الصحاري السعودية، ومنها الربع الخالي، وكذلك صحراء لوط في جنوب شرق إيران، وهي من أكبر الصحارى في آسيا الوسطى. أما في تركيا فتوجد منطقة من الكثبان الرملية قرب مدينة كاربينار. أما في العراق فهناك باديتين صحراويتين، بادية السماوة تمتد على أكثر من 90% من مساحة محافظة المثنى البالغة أكثر من 50,000 كيلومتر مربع، وتقع فيها صحراء السماوة التي تربط جنوب العراق بالحدود السعودية، وأيضا بادية الأنبار في المناطق الغربية. بعد هذه المقدمة لننتقل إلى العواصف الترابية والرملية، حيث يعتبر العراق اليوم من أكثر بلدان الشرق الأوسط المعرضة للعواصف الرملية والترابية. وقد حظت هذه الدراسات باهتمام الكثير من الأكاديميين منذ خمسينيات القرن الماضي. فمثلاً الدراسة المهمة التي نشرها العالم العراقي الخبير ورئيس جامعة بغداد بالأسبق الدكتور عبد الجبار عبد الله، والمعنونة خصائص العواصف الغبارية الشديدة الهبوب في العراق في عام 1956، وتحت رعاية مركز كامبريدج لبحوث الجيوفيزياء والصادر من وكالة الطقس للقوة الجوية التابعة لسلاح الجو الأمريكي. ويتناول البحث ظاهرة طقسية مهمة حول العاصفة الغبارية الشديدة في العراق، والتي تظهر على شكل جدار هائل من الغبار المتحرك، والتي تهب بصورة مفاجئة وتسبب أضرارا صحية وبيئية خطيرة في العراق. وحسب تقرير البنك الدولي تشير هذه الخريطة إلى أن العراق بسبب الموقع الجغرافي أصبح معبراً لمعظم العواصف التي مصدرها الصحارى المحيطة به، كما في هذه الصورة، والذي يجعل العراق يتعرض إلى أشد العواصف كثافة، خاصة وأن هناك باديتين صحراويتين غير مأهولة بالسكان وقلة الأنشطة الزراعية فيها، التي تتواجد فقط في المساحات المحاذية لنهري دجلة والفرات. نلاحظ أيضاً في هاي الصورة أن مصادر العواصف الرملية من الصحارى المحيطة، التي تعتبر أحد الأسباب الطبيعية، إلا أن تأثير العامل الإنساني يلاحظ أيضاً بسبب طرق استخدام الأرض الجائر يزيد من نسبة الغبار فيها وهدر المياه التي سنتناولها في المحاضرة لاحقاً، والذي يتطلب من العراق اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة المخاطر بدلاً من التعامل على أساس ردود الأفعال، وبعضها يجب أن يكون على أساس التعاون الإقليمي. إذن هذه العواصف الترابية والرملية هي إقليمية. وإذا تلاحظون بهذه الصورة أيضاً هناك 6 جهات، هذا القوس، هذا الجهة جاي من الميديترينيان سي، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، ريد سي،
من السعودية. فالعراق موقع الجغرافي للعراق هو محطة بالوسط سنتر لهذه كل الموجات اللي جاية هاي الموجة. فالصحراء العراقية وهي هاي الصحراء الغربية والصحراء طبعا فيها العواصف الترابية ورملية فهي الصحراء تتكون من رمل. فهذه الظاهرة ذات بعد عالمي فقد شهدت بلدان أخرى ومن جميع القارات عواصف من هذا النوع. ومنذ بدايات القرن الماضي كان من أشدها وأكبرها في الصين أيضا والتي حفزت الحكومة الصينية إلى تنفيذ أكبر مشروع في العالم لتحويل الصحراء إلى غابات مناطق خضراء وغابات من الأشجار أطلق عليها اسم سور الصين الأخضر العظيم. وهذه المناطق الجافة الموجودة في العراق في الجهة الغربية وهي صحراوية التي تغطي 40% من سطح الصحارى في الكرة الأرضية، تغطي 40% من سطح الكرة الأرضية مصدرا رئيسيا للعواصف الرملية والترابية. فيأتي حوالي 50% من غبار الصحراء للعالم عن طريق الصحراء الكبرى وتنقلها إلى الشرق الأوسط كما يمكن أن تصل إلى حتى توصل إلى جبل إيفرست. يعني مو شرط أنه الدول المجاورة لنا للعراق أنه تجي العواصف من إيران أو من السعودية أو من تركيا، لا، احتمال تجي من دول أخرى عالمية وتنتقل إلها. فهذه هي العبرة هنا. اعتبرت الأمم المتحدة في دراسة صدرت 2015 أنه هاي الظاهرة هي كارثة طبيعية وطالبت مكتب الإنماء البيئي لغرب آسيا بإعداد دراسة شاملة حول الموضوع تتطرق إلى الأسباب والمعالجات. وتحدث العواصف الترابية عند توفر بعض الشروط. خلي أذكر الشرطين الأساسيين بس أنا فكري ومن دراساتي هناك أربع أسباب رح نذكر الأسباب لاحقاً. بس الشروط أنه وجود رياح بسرعة معينة قادرة على حمل هذه الدقائق من الرمال والتراب ونقلها إلى الغلاف الجوي وبعد تباطؤها تسقط دقائق الرمل والتراب وتؤدي إلى دفن مساحات خضراء أو طمر المساحات المائية أو الآبار الجوفية والذي يزيد من تفاقم مشكلة التصحر وشحة المياه في العراق. الدقائق هي رملية، إذا اجتازت مناطق صحراوية وترابية إذا وجدت تربة جافة مفككة وعارية من الغطاء النباتي وعلى الأغلب تتواجد فيها الترابية والرملية في حالة العراق. قوة الرياح تحدد مدى ارتفاعها في الجو ودرجة استمرارها، أما ما تحويه من دقائق يعتمد على مسارها. أما الجانب الآخر فإن الدقائق الترابية أخف من الدقائق الرملية وتفرق من ناحية الـ يعني أقطارها، فقطرها تكون أصغر بالمليمتر، هسين راح نذكرها لاحقا، وأيضا ارتفاعاتها تكون مختلفة، فالرملية راح تكون أكثر شيء تصعد فد مترين والغبارية تصعد حوالي ميل اللي هو 1600 كيلومتر. وحدثت هاي يعني حديثا في السعودية انه صعدت الى حوالي 800 كيلومتر العاصفة الغبارية اللي هي منشأها الرملية. تفسير ادنى علمي، نعم تفسير أدنى علمي، بس تفسير العلمي يمكن ما راح تفهموه، يعني ماني راح بكل بساطة راح أتكلم على أشياء اللي أقدر أفهمها يعني للجميع. أنواع العواصف الترابية والرملية
العاصفة الغبارية نتيجة لرفع الرمال والتربة إلى ارتفاعات متوسطة عن الأرض، وتحوي دقائق متناهية في الصغر وجافة من الغبار الخفيف، وتنتشر بكثافة عالية جدا في مساحة واسعة، وبسبب خفتها لا تسقط بتأثير الجاذبية إلى الأرض. وهي أيضا الغبار المتصاعد سببه دوامات هوائية تسبب في رفع جزيئات الغبار ذات الحجوم الصغيرة متوسطة أو كبيرة، والعواصف الرملية التي تحدث بفعل حركة الرياح الصاعدة من الأرض إلى الأعلى وهي قصيرة الأمد، حيث تبقى جزيئات في الدقيقة عالقة في الهواء لعدة ساعات وقد يستمر لبضعة أيام. هناك نوع آخر وهو الهبوب، والأكثر شائع أنه العراق باستمرار متكرر واحتمال قوي أنه اللي يصير عندنا هو العواصف الشديدة الغبارية وهي الهبوب. هسه نتكلم عن الأسباب. الأسباب أولاً فقدان، هناك أربع أسباب وهو قلة سقوط الأمطار وتكرار السنوات الجافة، هذا السبب الأول، وهو فقدان كميات كبيرة من الواردات المائية بسبب قلة الإطلاقات الواردة من تركيا ومن إيران ولأغراض أيضاً استعمالها لأغراض الاستهلاك البشري والزراعة، وفقدان الملايين من الدونمات من الأراضي الزراعية يضاعف منها قلة سقوط الأمطار تكرار السنوات الجافة، ولكل ذلك أضرار بيئية بالغة بسبب فقدان الرطوبة. فقدان الرطوبة راح يؤدي إلى أن تصبح التربة أقل تماسكاً وأكثر تفككاً. السبب الآخر هو وجود رياح قوية اللي شفتوه من الخريطة الأخرى من جاية، قيام النظام البائد بتجفيف الأهوار والمسطحات المائية خلال الثمانينيات في العراق وتجريد بساتين النخيل في الجنوب وإهدار الموارد المائية نتيجة الإدارة غير الكفوءة المتعاقبة والتجاوزات والاستغلال السيء للأنهار العراقية والاستمرار في اتباع أساليب قديمة للأرواع. انعدام وانحسار الغطاء النباتي يعرض سطحها لعملية التعرية، التجريف الجائر والمتصاعد للبساتين والمناطق الزراعية والمناطق الخضراء والمتنزهات في المدن وتحويلها إلى قطع سكنية ومولات وغيرها، الأنشطة والفعاليات البشرية التي تؤدي إلى إثارة الغبار ودفعه للجو مثل الحراثة وشق الطرق والعمليات العسكرية والإرهابية، ارتفاع درجة الحرارة وهو الاحتباس الحراري والتغير المناخي اللي يسبب إلى زيادتها. طبعاً التغير المناخي فد موضوع جداً طويل، ونتيجة تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والذي يعني ارتفاع معدلات حرارة الهواء الموجودة في الطبقة السفلى من سطح الأرض بسبب احتباس حرارة الشمس في الغلاف الجوي بعد دخولها إليه نتيجة امتصاص غازات الغلاف الجوي كثاني أكسيد الكربون لطاقة الشمس، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. وعلى الرغم من وجود أسباب طبيعية، ولكن يبقى العامل الأهم هو النشاط البشري. فخلال 150 سنة يعني الماضية استخدام الطاقة الأحفورية، وأيضا في العراق استخدام الليدد بترول مثل الطاقة الأحفورية مثل الفحم والنفط والغاز كمصدر للطاقة لتحقيق التطور الصناعي، وأهم مصادر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وأيضا استخدام البنزين في وسائط النقل والمولدات الكهربائية وفي التدفئة، وأكاسيد النيتروجين من الاحتراق ومن الأسمدة الكيميائية. ومن الجدير بالذكر أيضا أن زراعة الأرز هو سلاح ذو حدين، فهو مادة أساسية في التغذية وهو ملوث كبير للبيئة بسبب إطلاق غاز الميثان، والذي يمكن تقليله عبر التحول إلى طرق زراعية حديثة وتقليل هدر الماء. تسبب زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وتركزها في الغلاف الجوي وهي الأشعة تحت الحمراء، وترفع من درجة حرارة الأرض وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون كما ذكرنا،
وتزداد تؤدي إلى زيادة حرارة الأرض إلى 1.1 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي اللي كان 1.5 درجة بحلول 2030. نقصد هنا بالتغيرات المناخية التحولات الطويلة الأمد في درجات الحرارة في العراق وأنماط الطقس، وسيؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات التبخر من المياه من الأنهر وتسريع حدوث دورة المياه وهطول الأمطار وبكميات أكبر، إلا أنها لا تتوزع بالتساوي على جميع مناطق العراق ولا تتوزع بالتساوي على جميع مناطق العالم مو فقط العراق. طبعاً من الدراسات فإن معدل هطول الأمطار العالمي سيزداد تقريباً من 3% إلى 5%، وتزداد الرطوبة ولزوجة الجو بسبب انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مما قد يؤدي إلى حصول الأعاصير العنيفة وأمطار أكثر غزارة في المناطق الاستوائية. شلون نتخلص من هذه المشكلة الكبيرة؟ للتغير المناخي عواقب كثيرة، منها الجفاف الشديد، تراجع خصوبة التربة، تزايد نقص الكساء النباتي، فقدان رطوبة التربة، العواصف الترابية والرملية، والتصحر وشحة المياه، وتراجع المحصول الزراعي والخزين الغذائي، وحدوث الحرائق الشديدة وارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة الذوبان الجليدي، وأيضا حدوث العواصف الكبيرة وتدهور التنوع الأحيائي وهي البايو دايفرسيتي، وانقراض أجناس عديدة من النباتات والحيوانات خاصة الصغيرة والمجهرية. فأما على صعيد المعالجات فتتخلص بثلاث إجراءات رئيسية يجب اتخاذها عالميا لتصفير البصمة الكربونية للتخلص من التغير المناخي وخفض الانبعاثات، مثلا عبر الانتقال إلى منظومات الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري، وزيادة رقعة المناطق الخضراء والغابات، وتحسين قطاع وسائل النقل، والتخفيف هذا راح يؤدي إلى التخفيف من العواصف والفيضانات والتأثير على الصحة. الأضرار الاقتصادية يعني بسرعة راح أشمل الأضرار الاقتصادية للعواصف الترابية والرملية، وأيضا الأضرار التأثيرات الصحية للعواصف الصحية والبيئية للعواصف الترابية، وبعدين راح نروح نتكلم على الحلول. فالأضرار الاقتصادية هي كثيرة طبعا، في العالم الأمم المتحدة قدرت 13 مليون دولار سنويا في إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط. تؤثر العواصف الترابية والرملية أيضا على إنتاج الطاقة البديلة، فالغبار اللي يغطي الألواح الشمسية، يعني إحنا في وجه للانتقال للألواح الشمسية وللطاقة الشمسية، بس إذا عدنا يعني عواصف ترابية ورملية هذه لازم نشوف شو راح ننظفها وراح تكلفنا كلش هواية، سيضعف من إنتاج الطاقة بشكل كبير، كذلك تكون بحاجة إلى التنظيف والصيانة، وكذلك إنتاج النفط راح يقل عندنا لأننا إحنا إنتاج يعني اقتصادنا ريعي يعتمد على النفط العراق يعني في العراق، لأن بسبب توقف عمليات الحفر والاستخراج. يؤثر الغبار أيضا على تآكل المباني والخطوط أنابيب النفط والمنشآت. الأضرار الاقتصادية الأخرى أيضا كثيرة اللي هي في المنازل، وأنا راح أترك هذا الموضوع. من أهم نتائج هذه العواصف أيضا تهدد الأمن الغذائي، وهو ترسب الدقائق على المساحات الخضراء ودفن المحاصيل تحت الرمال، مسببا تلف الأنسجة النباتية وتلف التربة العراقية وجفاف الأوراق الذي يؤخر نمو النباتات والأضرار بالمحاصيل، وأيضا إلى تآكل التربة بسبب فقدان الكساء النباتي. هناك للعواصف الترابية والرملية آثار إيجابية قليلة، وأحيانا منها
ونقول إيجابية. إحنا ذكرنا الأشياء السلبية، بس الإيجابية قليلة من ناحية الاقتصاد، أنه تشارك تساهم في تنقية أجواء المدن الصناعية. إذا المدن كانت صناعية وغازاتها السامة وصارت بيها عواصف ترابية، طبعاً إحنا مو دولة صناعية يعني، فهذه ما راح تكون مفيدة الأشياء الإيجابية إنه. أيضاً من ناحية النباتات مثلاً تنتقل من دولة لدولة، فتنقل الأشياء المفيدة للتربة من ذيك الدولة إلى هذه الدولة وتساهم في تحسين نوعية التربة. بس هذا إذا ماكو ناس ساكنين في هذه المنطقة يعني، لأن التأثير على الصحة تأثير بالغ. التأثير على الصحة والبيئة، تحمل العواصف الترابية والرملية دقائق من الرمال والأتربة ومواد بيولوجية مثل البكتيريا واللقاح والجراثيم والفطريات والفيروسات ومواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية. وإذا كان الهواء متلوث وخاصة في المناطق الجنوبية والمناطق يعني الوسط والجنوبية في العراق، إذا كان الهواء متلوث فمعناته إحنا من الصدر عندنا عواصف ترابية راح تشيل بكل سهولة كل هاي الملوثات، يعني المواطن العراقي راح يستنشق هذه مع لأنه تساعد في حمل كل هذه الجراثيم والمواد الكيميائية والأعشاب والمعادن الثقيلة والمواد المشعة أيضا والتي مصدرها اليورانيوم المنظم. ترتبط الأضرار الصحية بحجم هذه الدقائق العالقة، خاصة التي يقل حجمها أقل من 10 ميكرومتر، لأنها تدخل الأنف والفم وأحيانا تخترق جدار الجهاز التنفسي وتصل إلى الدورة الدموية، وترتبط التأثيرات الصحية السريعة والمباشرة لعواصف الغبار الرملية بتفاقم أعراض أمراض الرئة المزمنة والحادة، وخصوصا لدى مرض الربو مرضى الربو ومرضى السدد المزمن في المجاري التنفسية، علما أن الإصابات تتجاوز يوم حصول العاصفة لتظهر لاحقا في الأيام التالية. يعني يجوز ما تطلع الإصابات رأسا، يعني ثاني ثالث يوم تطلع هذه الإصابات على هيئة ارتفاع الأمراض الميكروبية، كما أنها تتجاوز موضوع الجهاز التنفسي لتطال جهاز القلب والأوعية الدموية عبر ارتفاع الإصابات في النوبات القلبية والسكتة الدماغية. الوقاية من الآثار الصحية للتعرض لعواصف الغبار الرملية لا تقتصر على يوم العاصفة، بل إنه على سبيل المثال حالات الإصابة بمرض السيليكون. مرض السيليكون الذي هو مرض رئوي تكثر الإصابة به لدى من يستنشقون مطولا جسيمات غاز ثاني أكسيد السيليكون في ظروف مهنية وحياتية. التعرض لعواصف الغبار والرمل راح يكون هذا المرض متهيئ لهذه الإصابات، ويؤدي إلى حصول التهابات رئوية وتكوين أقيدات من الأنسجة الندبية في الفصوص العليا من الرئة وقصور في إداء وظائفها، وأيضا تؤثر على العينين بسبب تعرض العينين للعناصر الملوثة الملتصقة والمرافقة لمكونات غبار العواصف الرملية. بسرعة الحلول والمعالجات، هناك أسباب مركبة لهذه الظاهرة البيئية والطبيعية والكارثة الطبيعية اللي يمر بها العراق. هناك أسباب مركبة لهذه الظاهرة والتي تتطلب معالجتها وحدة في الرؤية وتنسيق لارتباط السياقات والتنفيذ من أكثر من جهة تنفيذية في الحكومة العراقية، وبدعم من مجلس النواب لإقرار التشريعات القانونية المناسبة وضمان التخصيصات المالية الضرورية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. نحتاج فريمورك، نحتاج بوليسي، ما عندنا لا فريمورك ولا بوليسي
لحماية لهذه العواصف الترابية والرملية. يتطلب تشخيص الجهات ذات العلاقة والمصلحة في رسم السياقات وتحديد آليات التنفيذ والأولويات كبديل عن بعض الخطوات الاستعراضية بدريعة إقامة حزام أخضر لا تتعدى سوى زرع مئات من الشتلات سرعان ما تموت بسبب فقدان الماء والرعاية. وفي تقديرنا أن وزارة البيئة العراقية بدورها الرقابي والتخطيطي هي الجهة المناسبة لتنظيم وإدارة برنامج التصدي للعواصف الترابية والتنسيق مع الجهات الدولية وخاصة منظمة اليونت التابعة للأمم المتحدة للاستفادة من الخبرات وأيضا تشخيص التكنولوجيا الحديثة المستخدمة سواء في عمليات الرصد والإنذار والأنظمة الرقمية للاستشعار عن بعد. القيام بمسح وتقييم لأنظمة الرصد العراقية وفي جميع المحافظات من ناحية الجودة والكفاءة ومتطلبات الصيانة والاستفادة القصوى من مخرجاتها وذلك لإقامة منظومة فعالة وعصرية تحضر القطاعات الصناعية والزراعية والسكان من العواصف الرملية والترابية. تلعب الإدارة للموارد المائية دورها دورا فعالا للعلاقة والوثيقة بين الجفاف والتصحر وتفكك التربة وتقلص الغطاء النباتي والذي يتطلب وضع خطة وآليات لإدارة فعالة للموارد المائية. أحد الأدوار المهمة هي من صلاحية وزارة الزراعة بسبب إشرافها على الرؤوسنامة الزراعية تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل ونباتات أكثر قدرة على مواجهة الجفاف والحفاظ على سلامة سطح الأراضي الزراعية في الحفاظ على الكساء النباتي واستصلاحه ومنها في منطقة الجزيرة تحويلها إلى مساحات خضراء ترافقها حملة توعية للفلاحين والقطاع الزراعي ولسبل حماية المحاصيل الزراعية. الحزام الأخضر حظت باهتمام واسع من قبل منصات التواصل الاجتماعي بعض منظمات المجتمع المدني وهو أمر جيد لأن من فوائد التوسع في التشجير وإقامة مناطق خضراء حول بغداد والمدن العراقية الأخرى هو لتشكيل حزاما أخضر يلطف الجو ينقي الهواء مصدر للتأثيرات السلبية للعواصف الغبارية في العراق كما وتؤثر على البيئة المحيطة به فتحمي موارد الإنتاج وتحفظ التربة من التعرية والانجراف تساعد في زيادة مخزون المياه الجوفية تحسين نوعية المياه السطحية تقلل من الترسبات الطينية والطمي في السدود والخزانات تحفظ قدرة الأراضي الإنتاجية وزيادة المادة العضوية فيها وتقلل خطر الملوحة والجفاف من خلال التضليل الكبير لسطح التربة وانعكاسه على تقليل التبخر وبالتالي تقليل شدة الحرارة الناجمة عن أشعة الشمس أو المنعكسة عن سطح الأرض وتقلل من التغير المناخي اللي يصير. كذلك كما تؤثر على حركة الرياح وتزيد من سقوط الأمطار وبالتالي دورها الإيجابي الكبير في تغير المناخ. وتعد الغابات مستودعا هائلا للتنوع الأحيائي. النقطة الأخرى استخدام النباتات الأصلية والأشجار كمصادر أو كمصدات يمكن أن تقلل من سرعة الرياح والرمال من الممكن إن كانت عالية أو ناصية والانجرافات ولكن كي تتحقق هاي النتائج يجب أن يخضع كل ذلك للحوكمة العلمية والإدارية والمالية. نرجع على الحزام الأخضر هو أكثر من مجرد زراعة الأشجار بل سلسلة من الإجراءات التنموية والتي بعضها يحتاج إلى تطبيق صارم للقانون لمنع القطع الجائر للأشجار وتجريف البساتين والتجاوز على الحدائق العامة والمناطق الخضراء وإزالة التجاوزات ترافقها حملة وطنية لتشجيع المواطن العراقي على إقامة الحدائق مناطق خضراء بيئية وحماية الأشجار ويمكن مثلاً إعادة الاحتفال بعيد الشجرة بفعاليات مناسبة في المدارس، في الجامعات، في المؤسسات، في المستشفيات، في المؤسسات التعليمية والإدارية
ويجب يعني في هاي الاختيار العلمي المناسب لهاي نوعية الأشجار، الحد من الزرع العشوائي وخاصة استيراد أصناف من الخارج التي تهدد الأمن النباتي بسبب شراستها في التمدد، وأيضا توفير آليات حديثة لري المناطق المشجرة وضمان ديمومتها، فليس كل نبات أخضر مناسبا في أرض وطننا العراق. وأيضا يعني الجميع يمكن يعرفون تقييم ودعم التصميمات المناسبة للمباني وإجراء اختبارات لمنع تسرب الغبار، الإنذار حول العواصف. والشيء اللي أنا أريد أقوله أنه استعمال إحنا نستعمل الجي آي إس مثلا في بريطانيا، نستعمل الجي آي إس في أكسفورد، نستعمل الجي آي إس ونركز على أنه نقدر نشوف أنه جت العواصف ما جت العواصف راح تيجي عواصف، عندنا مكانات تخص البيئة مناطق في العراق مثلا أو المناطق العربية أنه ملوثة أو مناطق بيها شحت مياه. فهذه خبرتي يعني واختصاصي في هذا الموضوع. تطبيق برامج توعوية للمواطنين والمدارس حول العواصف الترابية وسبل تقليل أضرارها الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى. أكو أشياء كثيرة هي تخص التكنولوجيا الحديثة اللي تستعمل في يعني العواصف الترابية لحد الحد من العواصف الترابية والرملية، وهذه أقدر أقولها يعني تحويلها للعربي بالإنجليزي. نستعمل storm monitoring المراقبة، نستعمل ground based observation، نستعمل space borne observation، نستعمل hybrid approach اللي هو نشوف مو جهاز واحد جهازين أو ثلاثة اللي نستخدم به، نستعمل satellite image، نستعمل video surveillance، نستعمل sensory information، نستعمل أيضا aerial جهاز لل aerial vehicle نسميها، ونستعمل أيضا الـ يعني كل هذه التور، نستعمل lookout towers حتى نشوف أنه أكو أشياء متغيرة بالجو. فهذه كلها المفروض يعني تستخدم للحفاظ على البيئة العراقية والحفاظ على المواطن العراقي، صحة المواطن العراقي من التلوث ومن مخاطر العواصف الرملية والترابية. وشكرا. حياكم الله دكتورة، الشكر الجزيل لكم. حقيقة كمية هائلة من المعلومات والإيضاحات الميدانية الجليلة، شكرا لجنابكم الكريم وشكرا لهذه الخبرة العراقية المميزة. ويحز في القلب أنه في الحقيقة انتقلنا خلال 40 سنة أو ما يقارب من الفائض إلى الشحة في المياه، وهو جزء كبير ومهم في السبب والحلول أيضا. حقيقة استعراض وافي لكثير من الخلفية التاريخية لهذه الظاهرة المناخية المضرة في الصحة وفي الإنسان والمكان، وكذلك تطرقت إلى الكثير من الحلول وأكثرها يصب في الإدارة وانعدامها وكيفية تطويرها إلى مرحلة المسؤولية للتصدي لهذه الظاهرة التي يقول عنها رئيس هيئة في الدولة العراقية، المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية، يقول عنها في لقاء خاص أنها بعد ارتفاع
يعني يعدها أنها يعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة في السنة إلى ما يقارب 272 يوم في السنة، والأرجح إلى 300. ما وصلنا لهذه المرحلة بعد. نعم، هكذا الخبر يقول للأسف، ولكن إن شاء الله نتمنى أن لا نصل إلى هذه المرحلة. يعني نبدأ من خلال الأسئلة من قبل الأخوة والأخوات، والسؤال الأول من قبل الأستاذ سلام علي الحريري، تفضل لكم المايك. السلام عليكم، شكرا جزيلا للصالون العراقي طرح هذا الموضوع المهم، وشكرا دكتورة على المحاضرة القيمة، خصوصا تركيزك على الحلول. أنا يعني دائما أكثر جزء أحب الموضوع solutions. مثل ما تفضلتي، يعني بالعراق وكثير من الدول البرلمان، اللجنة المسؤولة بالبرلمان تركز أنه تخلي رصيد أو بجت معين لهذا الموضوع وتدفع فيه. سؤالي أنه هل صار عندك اتصالات كثيرة في الوقت القريب، يعني خصوصاً السنة، اتصالات مع اللجنة المعينة بالبرلمان وفي الحكومة لدفع تنفيذ هذه الحلول؟ مرات شخص واحد عنده طاقة قوية يدفع وينشط هذا الشيء إلى أن يصير اتفاق عليه، خصوصاً يعني مثل ما نقول إحنا الحديدة حارة الأيام بعد الغبار قوي. فإذا ممكن تطرحين عملياً شلون نقدر نفعل البدء بالحلول وتخصيص مبالغ جيدة في هذا الموضوع، وشكراً جزيلاً لك مرة ثانية. شكراً. شكراً، تفضلي دكتور. نعم، بصراحة إحنا قدمنا يعني هذا موضوع جداً مهم. إحنا قدمنا يعني برامج للحكومة العراقية، قدمنا بحوث اللي ردناهم يطبقوها. يعني بصراحة في 2020 سوينا مؤتمر على تدوير النفايات، وأيضا قدمت أنا مشروع كامل للحكومة العراقية وحضر 4 من البرلمانيين العراقيين وسعادة ممثل عن سعادة السفير العراقي وجهات مهمة. يعني فإنه دائما نحن في توصياتنا وفي قراراتنا نقترح عليهم ونقول لهم إنه بالموازنة ركزوا على هذا الشيء، لأن هذا شيء جدا مهم، إنه يخص البيئة العراقية، يخص صحة المواطن العراقي، الاقتصاد العراقي، كلها متعلقة مع بعض. فبصراحة إحنا هسه مثل ما تعرف الانتظار لي، يعني بنسمع الخبر السعيد إنه يكون عندنا رئيس جمهورية ويشكلون الحكومة. هذه كلها تأخرت، ما عندي يعني أي معلومات، يعني تواصل وياهم، يتواصلون ويانا، يسلمون علينا و يمدحون بينا ويشكرونا، وهذا التواصل وياهم يعني بصراحة، ومع البرلمان العراقي يعني يريدون يحضرون مؤتمراتنا ويطلبون من عندي مثلا أقدم لهم إلى أدز لهم دعوات خاصة، وسويت دزيت لهم دعوات وحضروا، ويعني نشوف إحنا من جانبنا هذا اللي نقدر نسويه، نسوي مؤتمرات علمية، نعطيهم خبراتنا، وكل عملنا طوعي يا أخويا. فبس إنه حتى نحافظ على يعني المواطن العراقي، على صحة المواطن العراقي والتخصيصات المالية، هاي بعد الميزانية هي تقرر، هم الميزانية شلون مقررين. نعم، شكرا جزيلا دكتور. نعم نعم، حياكم الله. للأسف شديد، يعني مثل جنابك ما لاحظتي، ولربما الكثيرين يلاحظون أنه بعض الأشخاص أولوياتهم ليست دقيقة وصحيحة في المكان المناسب، وبالتالي لربما التواصل.
نتمنى في الحقيقة أنه إحنا يعني الخبير والمهني والمختص مسؤوليته أنه يوضح المشكلة، يوضح الحلول، يوضح الأسباب. ونتمنى أيضا من يتحمل المسؤولية في المواقع القرار واتخاذ القرار أن يتحمل المسؤولية وأن يقوم بدوره في التواصل مع الخبير من أجل المعلومة. ونتمنى طبعا هذه اللقاءات وهذه الأوساط أن توجد هذه العلاقة المهمة. وأنا أؤمن أنه هناك أشخاص كثيرين يهمهم ويعني يئنون من هذه المشكلة، ونتمنى لهذه الجهود أن تتضافر. نأخذ مداخلة من قبل الأستاذ البروفيسور شاكر المخزومي، الخبير الذي أتحف الصالون الثقافي العراقي والساحة الثقافية العراقية بمحاضرة مهمة إن شاء الله سوف تبث خلال يوم أو يومين على قناة الصالون الثقافي العراقي. تفضل أستاذي الكريم، لكم المايك. شكرا جزيلا، والشكر موصول للدكتورة على هذه المحاضرة الرائعة حقيقة والشاملة لمواضيع كان يحتاج لها ساعات وقدرت تختصرناها في هذا الوقت القصير. حقيقة أنا عندي ملاحظة بدون شك ما قدمته الدكتورة يعني دقيق إلى حد كبير، ولكن هناك قضية تغيب عن البال في كثير من الأحيان، وهي أن العواصف الترابية اللي مرت على العراق في الأيام الماضية واللي يعني كانت تحدث بالعراق بين فترة وأخرى، يعني هي لم تكن لأول مرة تحدث مثل هذه العواصف اللي لأول مرة صار تكراريتها اللي غير معهودة سابقا. هذه العواصف حقيقة مناشئها ليست من الأرض العراقية، أصلا هي جايتنا من الخارج، ولذلك الحلول التي توضع إلها يجب أن تكون شاملة وليس مقتصرة على الأرض العراقية. يعني يتكلمون على زراعة الغابات أو الحزام الأخضر إلى آخره، وهذا في شيء رائع وممكن أن يخلصنا من كثير من ظواهر التراب اللي يعني تعيشها مدن. ولكن العواصف اللي مثل هاي اللي مرت الفترة الماضية يعني هذا لا يستطيع الحزام الأخضر أن يعالجه، ربما يستطيع أن يخفف شيئا ما عنها، لأن هذه مناشئها تبعد مئات وأحيانا آلاف الكيلومترات عن المنطقة اللي توصلها. أنا أضرب مثل العام الماضي في شهر شباط جبال الألب صارت الصورة فيها تشبه الصورة البرتقالية اللي وصلتنا عبر التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي اللي يشوفونا صور عن الجو الأحمر أو البرتقالي في بغداد ومحافظات أخرى. مثلها عينا كانت على جبال الألب، بحيث أن ثلوج جبال الألب يعني صارت كأنها أرض رملية برتقالية اللون. ف يعني ما كان أكو تصحر في منطقة جبال الألب واللي سبب هذا العواصف، وإنما هاي تجي من الصحراء الأفريقية. هذه النقطة. الحزام الأخضر لا شك أنه مفيد وأساسي، وهو مو فكرة جديدة، لأنه هذه فكرة الحزام الأخضر حقيقة طرحها البروفيسور الدكتور عبد الجبار عبد الله الله يرحمه اللي يعني بالخمسينات من القرن الماضي. في ذلك الوقت كانت المياه متوفرة جدا، وكان مشروع يعني سهل التنفيذ. اليوم صار المشروع صعب جدا لعدم توفر المياه أولا، ولمشاكل أخرى عندنا في الإدارة في العراق. يعني هواية نسمع، وكثير من الناس طرحت مقترحات لوضع الحزام الأخضر، وأن المسألة مسألة تخصيصات مالية ما موجودة إلى آخره. بالحقيقة هو مو بس تخصيصات مالية، يجب أن إذا أريد نسوي الحزام الأخضر يجب أن
نهيئ ظروف نجاح. وأضرب مثال، بالسبعينات من القرن الماضي كان أكو مشروع إعمار الصحارى ومشروع ضخم جدا، وهذا المشروع سوى واحات بالصحراء من اللاشيء من الرمل، صارت واحات خلغاء مبنية كثيرة ونجحت نجاح باهر، بس ما كملوا، لأن إحنا بالعراق دائما نغير رأينا بعد فترة من الزمن، غيرت الحكومة رأيها وباعتها للقطاع الخاص بعد أن صارت غابات في الصحراء. وذول المستثمرين طبعا العراقيين أهم شيء شو وقت يحصل أقصى ما يمكن من الفلوس، قصوها للأشجار وباعوها خشب، فلشوا الأبنية وباعوها طابوب وحديد وإلى آخره، وراحت هذه اللي صرفت عليها مليارات راحت بالبلاد. فإذا إذا نريد إحنا نسوي حزام أفضل، يجب أن يعني نضمن أن اللي يشتغل بها راح يظل 20 سنة 30 سنة يشتغل بها، مو نزرع الأشجار ونعوفها ورش كم شهر أو كم سنة تروح. هذه حقيقة النقطة اللي حبيت أن يعني أذكرهن، وأعيد شكري للدكتورة جيهان بابان على هذه المحاضرة الممتازة، وشكرا للصالون. شكرا. الشكر موصول لكم دكتور، أحسنتم. عندكم تعليق دكتورة؟ ننتقل إلى مداخلات الأساتذة الكرام. لا بصراحة أنا أتفق مع دكتورنا العزيز، وتشخيص مهم طبعاً. حتى نسوي عواصف، حتى نسوي حزام أخضر لازم خلي نسوي أول شيء فريمورك بوليسيز، قوانيننا شوية نسوي لها تعديل شوية بيها، حتى يعني تتحملها. يعني بكل الدول عندهم قوانين خاصة للعواصف الترابية، لحد للحد من العواصف الترابية والغبارية، يعني العفو الترابية والرملية. بس احنا ما عدنا، ليش؟ ما أدري. بدون شك نعم، يعني خلل عميق، ولا توجد استراتيجية على مدى 5 سنوات، لا توجد استراتيجية على مدى 10 سنوات. نأخذ مداخلة من قبل الأستاذ مراد العبدالله. تحياتي وشرفتنا بحضوركم، تفضل. شكرا جزيلا حضرتك، شكرا جزيلا للدكتورة المحاضرة سيدة بابان. طبعا احنا بالبصرة احب انه انوه الى قضية مهمة. احنا العراقيين احنا مشكلتنا مشكلة عاطفية دائما، بمجرد ما تحدث حالة معينة راح تشوفنا ننفعل ونبدأ ننشر ونبدأ ننفعل ويصير عندنا ردة فعل كبيرة، مثل ما حدث يعني اللسان الملحي والماء المالح، صعود المياه من البحر إلى شط العرب. وبالتالي بمجرد ما تنتهي العملية ويأتي الشتاء وترتفع مناسيب الدجلة والفرات تنخفض عملية الاندفاع. الآن جاي نعيش نفس الحالة، اليوم عندنا تصحر، يوم عندنا عواصف رملية، يوم عندنا هذه العواصف. هي طبعا مثل ما تفضل الأخ قال هي مو من العراق أساسا، لكن العراق هو جزء أيضا عامل مساعد باعتبار أنه التصحر الآن موجود. أحب أنه أوضح المشكلة الآن في عملية الزراعة، زراعة الأشجار أو زراعة أي نوع من الأشجار، بمجرد ما يظهر المسؤول مع كاميرات وتكتك صور وزرعوا النبتة في غير موسم زراعتها، وتركوا النبتة تعاني من العطش من الحر زين من الرياح، وإضافة ذلك عوامل العوامل التعرية البشرية. الإنسان اليوم ما عندنا ثقافة أنه يتعدى بصف الشجرة لو يقطعها لو يكسرها، فبالتالي ما راح تكون عملية إدامة. ظهرت كثير من حملات التشجير، ظهرت كثير من حملات البصرة الخضراء من العاصمة من الصحراء إلى الخضراء، لكن ما شفنا أي نتيجة. صار لهم 4-5 سنوات يشتغلون على هذه الحملات لكن بدون نتيجة. المطالبات الآن يجب أن يكون هناك زراعة أشجار مناسبة لأجواء العراق. هناك الكثير من الأجواء في دول العالم يعني موازية لأجواء العراق. المشكلة الخبراء الزراعيين في وزارة الزراعة وفي مديريات الزراعة في كل المحافظات من ينحون إفادات، ينحون فقط المسؤولين الكبار المتنفذين، يقضي لسفرة سياحية ويرجع.
ما جاي نشوف انه المسؤولين يروح يجيب شجره موائمه او ملائمه لاجواء العراق. الهند بها كثير من الاشجار المعمره. افريقيا بها كثير من الاجواء من الاشجار المعمره. ليش ما جاي يروحون يجيبون هاي الاشجار وينقلوها؟ هذه مشكله كبيره اليوم. يعني مو مجرد انه ازرع لي شجره البرهامه، شجره البرهامه شجره غير ملائمه. انا اليوم انا مهتم بالزراعه، عندي حديقه الان، لو يزرع لي شجره الاكاسيا، شجره الاكاسيا ارتفاعها اقصى شيء 4 امتار. طيب الان احنا اجوانا تحتاج الى اشجار عاليه جدا معمره، احتاج الى اشجار اللي هي مثل ما كانت الشركات النفطيه العامله مثلا بالبصره، شجره الاثل. شجره الاثل من جد الشركات النفطيه في مدينه البرجسيه جلبوا معاهم شجره الاثل، وانا طبعا شاركت في ندوه متخصصه بالحفاظ على البيئه في البصره، وكنت اقول لهم يجب ان تضمن العقود النفطيه للشركات التراخيص النفطيه انشاء رقعه زراعيه على مدار الشركات. المفروض هذا يضمن في العقد. كل شركه لو تزرع لها كل شركه مليون شجره، عندي 7 شركات، اذا عندي 7 مليون شجره انا ما راح اتكلفها. الان ممكن تشوفين صور، ارسل لكم صور في وقت لاحق. اكو بعض المواقع بدت هي من ذاتها انه تحيط المكان بالاشجار اللي هي اشجار الكاربس. اشجار الكاربس يقال انها اشجار مضره، اشجار تمتد الى مصادر المياه لاي مكان لاي اعماق وتوصل لها. المشكله اليوم احنا عندنا عدم الجديه في عمليه التشجير، مجرد دعوات، مجرد تشكك صور لا اكثر ولا اقل. مثل ما هي الدعوات اللي هي الان جانا الصيف، وابشركم ما يشط على بدة ارتفاع مناسيب الاملاح، وراح تبدي عمليه وين السد ويمتى السد. بمجرد ما تنتهي الصيف يجي الشهر التاسع ترتفع مناسيب الدجله والفرات، راح تخف هذه الحمله. ومثل ما قلت لكم اذا خلصت حمله الغبار ايضا راح تخف حمله التشجير. انا اليوم كنت باب الخصيب، منطقه باب الخصيب اكيد كلكم سامعين بيها، هي كانت بساتين غناء من النخيل. اليوم هي عباره عن كلها تجرفت، كلها صارت بيوت. زين المد السكاني انتهى، يعني انهاها، فبالتالي هذا ساعد. اليوم عندنا الحل الوحيد هو دعوه شركات التراخيص النفطيه اللي هي الموجوده العامله بالعراق من شمال الجنوب، تعمل على استيراد اشجار من خارج العراق موائمه وملائمه لاشجار لاجواء العراق. هذا الحل هو افضل طريق. انا كنت اسف على طالع، انا كنت امس في برنامج تيدكس كان عندنا منعقد في البصره، كان احد الاساتذه اللي هو كانوا عندهم مشروع زراعه شجره المونوغراف ما اعرف شو اسمها بالضبط. هذه الشجره تزرع على سواحل الانهار المالحه، تزرع على سواحل الانهار المالحه. تصوري لمدة 5 سنوات مرة واحدة ما نجحت. ليش؟ لأنه عدم التزام الموانئ، هناك تسربات نفطية، فبالتالي فشلت العملية كلها. الآن نجحت عملية واحدة فقط على ساحل واحد. نعم هذه المشكلة. لازم يكون دعوات ودعوات جادة. شكرا جزيلا. شكرا، حياك الله. شكرا جزيلا، واحيي الدكتور مراد لانه اشار فعلا الى مساله مهمه، وهي المسؤوليه المجتمعيه العقليه الجمعيه اللي الان هي سائده، لا تحترم المساحات الخضراء. وكنا سامعين بالطاف الزراعي وما ادراك ما الطاف الزراعي. طبعا الاشكاليه الكبرى هي اشكاليه اداريه، وانا سعيد حقيقه في مشاركه معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد الدكتور علي الجيزاني. تفضل، لكم المايك. السلام عليكم. شكرا دكتور للمعلومات القيمة اللي أردفتنا بها، والمداخلات اللي من الأخوان اللي شاركوا بالمداخلات مالتهم. أنا ما أطيل بالحديث، أتحدث بلغة أرقام. تقرير البنك الدولي يقول إن العراق يحتاج إلى 180 مليار دولار لغرض إنشاء المشاريع المائية على مدى 20 سنة. هذا يعني أنه في كل سنة يحتاج العراق إلى 9 مليار دولار. ما صرف في ميزانية وزارة المالية، ما خصص لوزارة الموارد المائية عفوا في 2018، ناخذ كعينة،
هو 15 مليون دولار. لاحظ الجاب الواسع بين ما تحتاج المشاريع وما بين ما تم تخصيصه. مقدار المبيعات النفط تقدر إذا كان سعر البرميل الواحد 80 دولار شهريا 7 مليار. هذا يعني أنه الأموال موجودة، لكنه إدارة تلك الأموال مثل ما تفضل المتحدث الدكتور مراد أنه في الأزمات نفكر بها، مجرد زوال الأزمات تؤجل إلى إشعار آخر. شكرا جزيلا. حياك الله، شكرا جزيلا دكتور. وتفضلي دكتور. نعم، يعني أتفق مع الدكتور، كلها هاي يعني أمور أنا قريت هذا التقرير، هم يعني قدامي هذا التقرير وتقارير أخرى أيضا كلها على العراق، كلها صحيحة. فشنو اللي واحد ينتظره؟ أنه نريد ناس كفؤين يشتغلون، نريد ناس مخلصين، نريد نتخلص من الفساد. هذه الأشياء كلها لازم يعني تختفي من الـ من الـ من المجتمع العراقي اللي كنا احنا من كنا صغار عايشين هناك وفرحانين بتربتنا وفرحانين بأهلنا وفرحانين بكل شيء، هوانا طيب، مينا طيب، كل شيء. ما أقدر أضيف، كل اللي تقوله صحيح. أحسنتم، أحسنتم فعلا. يعني هذه هي مسؤولية على عاتق العراقيين جميعا، أنه ينقلون هذا الإرث الجميل إلى الجيل القادم. دكتور سلام موسى، تفضل لكم المايك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور بابان، حقيقة المحاضرة جميلة ولكن يعني تفتح جروح كثيرة بصراحة. ويعني تشوفين أنه جميع المتداخلين هم يعني يحاولون أن يعني يصلوا للجرح، والجرح موجود ومعروف. أنا أعتقد أنه الحكومة، يعني الحكومات خلينا نكون صراحة، أنه من يحتاج لتوعية هي الحكومات العراقية تحتاج توعية، مو بس الناس. ترى الحكومات العراقية هي اللي تعتبر الصحة والبيئة في الشيء ثانوي، يعني ما يعطوها أهمية مثل ما يعطون أهمية إلى أشياء كثيرة هي غير نقول غير يعني مهمة أصلا بالمجتمع. زين، إحنا عندنا تجربة، أنت عندك تجربة البيئة والصحة، وإحنا عندنا أيضا بالصحة، إنه اللي بالداخل أو الحقيقة خلي نكون واضحين، اللي هم ماخذين المناصب وقاعدين بنقول بسلم المسؤولية، هم ما يحبون غير فقط الشو بيزنس، فقط الشو بيزنس. مثل ما قال الأخ من البصرة، يحبون الصور، يحبون المؤتمرات، يحبون الطلعات، لكن الشغل ما يحبون، والتعلم ما يحبون، لا يحبون التعلم من في الداخل. أكثرهم يا أختي ما يحبون التعلم، ولا يحبون الاستفادة من الطاقات اللي موجودة بالخارج، من حضرتك والإخوان والأخوات اللي موجودين، الطاقات الكثيرة موجودة في شتى الاختصاصات. هي مو فقط الأموال، يعني حتى لو هسه الأموال موجودة بالميزانية وتعطى، تصرف في أشياء وتروح وتنتهي وما ينفذ شيء يعني بخير. وهذا ما دحكاني على هاي الحكومة فقط، يعني اللي موجودة مع البيو ثلاثة، لا، وإنما تدمير الشجرة ترى بدأ من الثمانينات. ترى يعني بعد يعني خلينا نكون للتاريخ، إنه إحنا حتى ما نقول إنه كنا وكان، إنه بعد الانتفاضة التسعينية بالتسعينات رأساً صدر فشيء إنه يجب أن يكون عن الشارع 500 متر لازم كل أشجار. وأنا بحكيش من الحلة نفسها اللي كانت من أجمل الأجواء، أشجار اليوكاليبتوز اللي هي عمرها 500 و600 سنة، انتهت بلحظة، قطعوها من داخل الحلة وحول السور الأخضر اللي هو حول محافظة بابل انتهى، وتغير المناخ مباشرة. يعني الإطار أو الخندق الحزام الأخضر هو يفيد، لأنه يقلل، هو ما يمنع لكن يقلل، وأيضا يطيب الجو، يقلل درجات الحرارة أيضا يقللها. المشكلة الآن اللي صارت بعد أعظم، أنه كل الناس اللي موجودين عندهم بساتين وغيرها تحولت إلى أراضي زراعية، هاي الأراضي الزراعية تحولت إلى أراضي سكنية،
بناءات كونكريت بعد ما حد يحترم الخضار، وهي هاي المشكله الموجوده في العراق، واعتقد هاي المشكله عويصه. شكرا جزيلا. صحيح، حياك الله. نعم، شكرا جزيلا يعني... دكتور تفضل. يعني ال 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 يعني حتى السؤال على الأهوار مثلا، والله أني طلعت في المحاضرة ودا أحكي على الأهوار، دا أقول إنه كلش مهم إحنا نهتم بالأهوار مالتنا، وإذا جف أو يعني تتبخر المياه أو صارت ملوثة أو دبوا عليها غير مجرى من غير دولة، كلش مهمة. قالوا لي دكتورة شكو بيها؟ ما أعرف شكو بيها، يعني ماكو توعي، شكو بيها خلي تجف وبعدين نجيب لهم. لا شلون يصير؟ احنا هنا في بريطانيا مثلا في الدول الغربية يصنعون الوتلاند. ليش يصنعون الوتلاند؟ يسووها صناعية، يعني أهوار صناعية نسوي هنا. ليش؟ لأن هي تمص الكربون وتمص الملوث من هذا وتحافظ على البيئة، وهي يعني في عالم إيكولوجي يعني عجيب غريب أنه تخفف من التلوث البيئي، تخفف من الكربون الموجود بالهواء، تنقي الهواء، تخفف من التغير المناخي. يعني هذه أشياء تعليمية لازم يعني توعية. فهذه ظلي صافنا أقول شلون سؤال يعني واحد أنه هذه فشي بسيط المفروض يعرفون، ما يعرفون. إن شاء الله خير. نعم، مؤسف مؤسف حقيقة. دكتور سلام ذكرتنا باليوكاليبتوس، من أروع الأشجار اللي هي للأسف الشديد غير موجودة الآن، وشيء محزن. ننتقل إلى الدكتور حسين الواسطي، تفضل أستاذ الكريم لكم المايك. شكرا جزيلا، السلام عليكم. تحياتي وتقديري للدكتورة جيهان، حقيقة البروفيسورة الرائعة في عرضها المختصر لمشكلة العواصف الترابية والرملية بالعراق. أتفق مع الدكتور شاكر أن العواصف الرملية هي عواصف محلية داخل العراق، وعندنا مؤر محددة داخل العراق، بيجي، منطقة الرفاعي، مناطق حول ذي قار، وبعض المناطق الأخرى هي بؤر تثير العواصف الرملية عند هبوب الرياح. معظم العواصف الترابية اللي تجي العراق هي تجي من خارج الحدود، ويمكن البروفيسورة تعرف كل الزين أنه مصدرها الأساسي هو شمال أفريقيا. وهناك مشروع قبل سنوات تبناه الاتحاد الأوروبي لتشجير الصحراء الكبرى، أو على الأقل لها وضع حزام للصحراء الكبرى، يبدأ من شمال السودان وينتهي بجنوب موريتانيا. وصورت زيت جنابك الكريم أستاذ حازم صورة على الواتساب لهذا المشروع من الاتحاد الأوروبي في أفريقيا. وأكو عمل به، كل دولة تقوم بواجبها بنشر الأشجار بهذا الحزام. حقيقة العواصف الترابية ليست حديثة على العراق. أول إعلان عن دخول عاصفة ترابية إلى العراق كان عام 1930 في إحدى الجرائد العراقية، ومصورة جريدة، بس أنا حقيقة ما لقيتها على الاستوديو مالتي. وكان ذاك الوقت العراق كان الثلاثينيات مليء بالنخيل والأشجار وكثرة المياه، مثل ما تفضلت الدكتور كان العراق يعاني من فيضانات بسبب كثرة المياه الواردة من دول المنبع. أنا أعتقد الحزام الأخضر مهم جدا للعراق، لكنه سوف لن يمنع هبوب الرياح من خارج البلد وحملها للعواصف الترابية. ممكن الآن تغطية البؤر الرملية بالأطيان يقلل من صعود أو حدوث العواصف الرملية. يجب مثل ما تفضل جنابك الكريم أو أحد الأخوة المشاركين، هذا عمل إقليمي وليس خاص بالعراق فقط. قبل سنوات أطلق العراق والكويت وإيران صندوق لتقليص العواصف الترابية بين البلدان الثلاث، لكنما إحنا نحتاج لعمل أممي تشترك به حتى دول أوروبا وخلنا نقول الأمم المتحدة أيضا، للعمل على مستوى المنطقة ككل باعتبار شمال أفريقيا والشرق الأوسط هو الأماكن اللي ممكن تثار بها العواصف الترابية، وقد الرياح العالية تزيد عن 60 كيلومتر، وهذا يمكن أتصور أنا تعلمته من الدكتورة، ممكن أيضا يسوي لنا إثارة لبعض المناطق المحروثة أو غير مزروعة. وإحنا نعرف صار 3 سنوات هنا في المنطقة في الإقليم ككل، يعني العراق وإيران والأردن وسوريا، عندنا
سنوات جافة كثير من الفلاحين في المناطق الديمية في العراق وفي سوريا حرثوا الأراضي وزرعوا بذور الحنطة بانتظار المطر، وهذه الحرارة أدت إلى أنهم خلخلت تركيبة التربة، مما يساعد أيضا على ارتفاع عواصف ترابية محلية. شكرا جزيلا للصالون العراقي على التبني لهذه المحاضرات المفيدة جدا، ممنون جدا. الشكر لكم دكتورنا العزيز، حياك الله وشكرا للمداخلة. تفضلي دكتور. نعم، شكرا جزيلا أستاذنا الكريم، عاشت إيدك على الوصف. يعني أتفق معك، وأني عندي معلومة كبيرة على الحزام الأخضر اللي في أفريقيا، ويعني عمل جبار هذا. يعني لو احنا نتمنى نتعاون مع الدول، وهسه سمعت انه اكو تعاون مع الجارة ايران، واكو تعاون مع الجارة تركيا، ويمكن نسوي تعاون مع الابعاد اخرى من الدول حتى نقدر نتعاون وياهم على هذا الموضوع الجدا مهم اثارته. و يعني لأن يمثل التصحر يعني الناتج عن الأنشطة البشرية، مثلا يعني مثل قطع الأشجار، تغير المناخي، عامل مهم لإزدياد الأراضي القاحلة عندنا. فإلى متى راح يوصل هذا التصحر؟ نعم، شكرا جزيلا. لكن المشكلة الدكتورة هو بالحقيقة مسألة التعاون مع الدول الأخرى تصبح طبق سياسي، وهذا الطبق السياسي للأسف فيه مجاذبات ويعني علاقات وأمزجة ويعني مصالح دولية، ولكن الإدارة المحلية هي المسؤولة ربما الأكبر، يعني كأنه يقولون مثل سكيب جوت بالإنجليزي، يعني يستخدمون هذا السبب لعدم إيجاد حلول محلية يعني في إدارة هذه الإشكالية. نأخذ مداخلة من قبل دكتور فلاح العامري، تفضل لكم المايك. شكرا أستاذ، وشكرا للمحاضرة القيمة من الدكتورة كما عهدتنا دائما. أعتقد الكلام كثير والموضوع تغطى من كافة جوانبه، ولكن لا بد من إضافة بعض النقاط. هي سوء إدارة الموارد المائية واحدة من الأسباب التصحر، وثانيا سوء إدارة التشجير مشاريع أو مبادرات التشجير. فيما يتعلق بالإدارة المالية، يعني أنا في أتذكر في 2014 الحكومة السيد العبادي قدمت تقرير عن الاقتصاد بشكل عام، ومن ضمنه من ناحية المائية اقترحت يعني انه ربط الرزازة مع ساوة، ومشروع كبير ضخم جدا، يعني بحيث نعمل على بحيرة كاملة وكبيرة، وربما ايضا تمتد بعد اكثر للسماء وحتى ذا بشكل ضيق يعني. وهذه هم ايضا تعتبر خزين مائي بالإضافة الى لها تأثير على الأجواء. و 2014 لحد الآن، وحتى كان بالإمكان نحصل معونات دولية للبروجكت بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة، وأنا أعتبره مشروع عادي قابل للتطبيق، وشفت ما حصل بساوى نتيجة استخدام الغير مبرمج للمياه الجوفية. منين إدارة الملف مع تركيا حقيقة يراد لأيضا إعادة صياغة وإعادة هيكلة ومبادرات جديدة بحيث تربط التعاون الاقتصادي مع انسيابية المياه. ويعتبر المفروض أي حكومة تجي من الآن فصاعدا يعتبر أولوية، أولوية الأولويات هو مشروع استمرار وضمان تدفق المياه، وخاصة أقلها أنه نحافظ على الأهوار لأهميتها التاريخية والسياحية والبيئية. أيضا موضوع التشجير، أيضا ويانا الدكتورة آفاق لديها مشروع المليون شجرة، يعني وحتى تحدثنا عنها عدة مرات، عاني من عدها. المفروض موضوع التشجير، يعني هاي آخر نقطة،
نربطها نربط هاي الموضوع مشاريع التسجير مع المملكة العربية السعودية، وأكو مبادرات وأكو فلوس يعني بيها أو تمويل بالأحرى، يعني 60 مليار 60 مليار أو 50 مليار شجرة، وأعتقد العراق يمكن تم تخصيص 10 مليارات أو 10 ملايين أو مليار. فالمفروض أيضا يتم، أنا أعرف يعني أكو لجان وتحد وعدة لجان بالبلد، وواصلة يم يمكن مكتب رئيس الوزراء، وواصلة يعني الخبراء ووزارة البيئة، ويعني عدة أطراف داخلة بها. شيء جيد وجود خطط ورؤية وكذا، يعني احنا دائما نقول ماكو رؤى وخطط، لا عندنا كوادر عظيمة بالبلد، وبالإضافة مع الكوادر تتنسق مع الكوادر الموجودة بالخارج، ولكن اليوم ينقصنا من خلال أنا خبرتي بالدوائر ينقصنا التنفيذ الخطط التنفيذ، ولذلك أنا أعتقد بذل جهود جبارة وإعادة صياغة طريقة التعامل مع مشروع المليار، خلينا نقول نبدي مليار شجرة، وأيضا يعني يجب أن لا تخضع لي يكون مشروع رئيسي، يعني هيئة متخصصة أو أي صيغة أخرى. الكلام كثير ولكن يعني أقف هنا لأن حتى أترك مجال للأخوة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور فلاح العامري، حياكم الله ونتشرف بحضوركم. تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا دكتور، وأتفق معك مع كل الكلام، وما نحتاج مليون، نحتاج مليار مثل ما قلت، مليار أكثر، 10 مليار نحتاج حتى نرجع عراقنا الحبيب، يعني ومساعدة الجميع لازم كلنا نساعد، يعني احنا حاضرين للمساعدة من زمان، حاضرين صارنا 40 سنة حاضرين وننتظر. حياكم الله دكتور، ونتمنى أن نسمع من دكتورة آفاق يا حبذا، والله نتمنى أن نسمع عن برنامجه، ولو يعني بداية الرحلة خطوة، وهذه خطوة رائعة تستحق كل الشكر والتقدير والدعم بأي شكل من الأشكال الممكنة. دكتورة آفاق نتمنى السماع من جنابك الكريم. نترك المداخلة إلى الأستاذ الفنان الرائع محمد فرادي، لكم المايك تفضل. حياتنا للدكتورة جيران، شكرا على المحاضرة القيمة، وأيضا أشكر كل المتداخلين حقيقة، يعني أغنى وأضافوا. عندي سؤالين وإشارتين إلى تجارب في أمريكا، أنا في ولاية أريزونا لمكافحة التصحر. عن السؤالين، السؤال الأول عن العواصف اللي مصدرها أفريقيا، حقيقة إذا مصدرها أفريقيا يعني مر خط يمر بالسودان ومصر والسعودية، يعني حسب تصوري طبعا ما أعرف جغرافيا هذا صحيح أو لا. طيب ليش هاي ما تخف بالطريق، يعني دول مرت على هاي الأماكن كلها، يعني سؤالي إلى الدكتورة ولا أي مختص يجاوب، ليش تنتهي في العراق؟ يعني خلص آخر محطة لها في البصرة، يعني أكو فد نظام يعني هبوب رياح معينة بالعراق، أجواء العراق اللي هي منطقة جذب لهاي الأتربة، يعني هذا السؤال. السؤال الثاني، كثير ما نسمع ونقرأ عن مشروع زراعة الصحراء، المناطق الصحراوية المشتركة بين السعودية والعراق، بما يشبه مشروع زراعة الطماطم في البصرة، مناطق الصحراوية في مناطق الزبير، فهل هذا المشروع أيضا موجود؟ نتمنى طبعا هذا الشيء. الإشارة، أنا شهدت تجربة أريزونا، كنت في أريزونا يعني تقريبا بال 2005، عشت سنة هناك، ورحت قبل أسبوع إلى أريزونا، والعام أيضا عشت في أريزونا، وجدت تغييرات يعني سريعة لمكافحة التصحر. الكل يعرف أريزونا منطقة الصحراء، القانون الجديد في أريزونا أي شركة، طبعا هي عندهم مشاريع بناء أحياء سكنية كثيرة، أي شركة تبني منطقة سكنية حي سكني
يشترط يفرضون عليهم أن يبنون يقيمون مسطح مائي بحيرة صغيرة وفيها نوافير، وهذه حتى المسطح يخدم من قبل البلدية ويأخذون أجور معينة من الحي السكني، إضافة إلى زراعة أشجار النخل. تتصور يعني شلون معالجات، يعني خلال 20 سنة شفت مسطحات بحيرات مائية كبيرة. أيضا يفرضون على هاي المنطقة اللي تقيم هذه المسطحات المائية أن تقيم روافد صغيرة لمياه الأمطار تتجمع بهاي الأماكن. شهدت أيضا بالروحة الأخيرة هاي الأسبوع الماضي فاتحين هايوي جديد، وهذا الهايوي زارعي بشركة شجرة الكاكتس المعروفة، شجرة يعني مهمة مقدسة مثل شجرة النخل. فاستغربت يعني هاي عندهم صحراء مليانة هاي من الأشجار الكاكتس. فأيضا سألت يعني الناس اللي عايشين هنا، الجواب شنو؟ إنه هاي الشركة من أقامة الهايوي شلعت أشجار الكاكتس، ففرضوا عليهم مقابل كل شجرة تقلع زرع شجرتين. فشوفوا يعني القوانين مهمة، ما عندنا هاي القوانين. لا طبعا احنا عندنا قوانين من حمورابي الى الان يعني، بس يعني نحتاج هاي القوانين. سؤالي هذا ايضا من باب الحرص على البيئة والأشجار. في ميشيغان عندي صديق اشترى بيت بغابة، الغابة كثيفة، وقال ها سويت لي كآبة، يعني شنو هاي الأشجار مكلكلة على البيت. فقطع 10 أشجار، جاب شركة ودفع الله أعلم على كل شجرة يقطعوها مبلغ كبير. ثاني يوم جت البلدية فرضوا عليه غرامة، فرضوا عليه أن يزرع أشجار 10 أشجار مرة ثانية على أن تراقب الأشجار لمدة سنتين، أي شجرة تموت لازم يزرع. نعم. هذا اللي حبيت أقوله، شكرا جزيلا. حياك الله، شكرا جزيلا. تفضل يا دكتور. نعم السؤال، شكرا أخونا العزيز، مداخلة قيمة. السؤال الأول هو على انتقال الرياح من قلت من قار، بالحقيقة العواصف الرملية والترابية تنتقل من قارات إلى قارات، تخوف هاي بالطريق ما تمر مطبة هوائية باردة؟ لا تنتقل لأنه ما طول أكو ماكو غطاء نباتي وصحراء، يعني ليش دا تجي إحنا من الجانب الغربي؟ لأن ماكو غطاء نباتي وصحراء فتجي الريح عليها، وأيضا جافة متفككة فتنتقل عبر قارات، وتنتقل أيضا هي مرات تتركز في الـ أيضا في المحيطات، تنزل يعني تتركز فتكون بعض الأحيان مفيدة للمحيطات أو للمواقع المائية، وبعض الأحيان ما تكون مفيدة. أنا يعني لأن تسبب إلى قتل بعض النباتات اللي تفيد هذه الـ يعني المكانات المائية، بس هي تنتقل من خلال قارات، فلازم إحنا نكون حذرين إنه نبدي يعني هذه سنين طويلة نبدي نسوي هاي القوانين ونبدي نطبق الأشياء اللي دي يسوون بيها بالغرب. يعني أفريقيا نجحوا، أفريقيا نجحوا في التخلص في خلال 20 سنة الماضية، تخلصوا من هذه العواصف، قللوا العواصف الترابية والرملية، ولأنه الفيجيتيشن مالتهم حسنوا، النبات والزرع مالتهم حسنوا، دي يجمعون مطر. هسه احنا بالحديقة مالتنا قاعدين بلندن، بالحديقة مالتنا عندنا تنا مسويتنا أنا يعني كبيئية يعني نجمع المطر، فيعني ما فيها شيء نجمع المطر. زين بالعراق ليش ما دا نجمع المطر؟ يعني المطر دا ينزل ودا يروح وبدا نستفاد منه، احنا هنا دا نجمع المطر. نعم. الشيء الآخر انه تكلمت على يعني زراعة الصحراء وزراعة في الصحراء وصحراءنا من السعودية، انه عندنا الآبار الجوفية، وهذا الصور هذا السؤال مالتك. اول شيء احنا نحتاج الى مشروع، هل صحيح
مطروحة. هذا صحيح بس أعتقد توقف هذا، ما أنا سمعت هذا الشيء، بس إذا يعني أنت يعني خبرني إذا أنا غلط. بس أنه هذا أعتقد إحنا أول شيء نسوي نركز على التقييم البيئي في هاي المناطق الصحراوية، لأن زراعة الصحراء والاعتماد على الآبار الجوفية راح تقلل مياهنا، يمكن تقلل مياهنا الجوفية اللي نحتاجها في أماكن أخرى. زين إحنا ما نجحت هذه، إيش راح نسوي؟ خلي نستعملها أيضا للشرب، لأنه يعني هي هاي الصحراء مو بعيدة عن بغداد وعن المحافظات الأخرى، قريبة. فلذلك لازم يكون إلها مثل ما حضرتك ذكر التخطيط، يكون إلها يعني فشي لازم مخطط إلى هذا الشيء حتى نتبع به تقييم بيئي منتظم، وإحنا خبراء في هذا الموضوع في التقييم البيئي. عفوا تفضلي دكتور. نعم احنا يعني عندنا خبرة طويلة في التقييم الهواء والتربة والمياه في كل المناطق وفي بريطانيا ايضا، وايضا في التقييم البيئي. يعني انا كنت طلبوني رحت في مع الفريق البريطاني، اخذوني قالوا لي دكتورة تفضلي معانا لتقييم احد المفاعل النووية الكبيرة في بريطانيا. فيعني ليش العراق ما استفاد من خبراتنا؟ نعم هذه يمكن يعني كبرى المشاكل للأسف الشديد. صحيح. مع العلم أن هناك خبرات نفتخر ونعتز بها. أود أن أشرك الأستاذ ميثم سلطان، لم يشارك في الحوار، تفضل لكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور ميثم عبد الله سلطان من وزارة العلوم والتكنولوجيا دائرة البيئة والمياه. أهلين. الله يسلم. طبعا بداية أحب أشكر الصالون الثقافي على هذه المحاضرات والمواضيع القيمة اللي هي دائما تكون حديث الساعة، خصوصا في الجانب اللي يمس خلينا نقول إحنا بيئة وحياة المواطن العراقي. وثانيا أشكر الدكتورة والبروفيسور دكتورة جيهان على يعني أنا دائما متابع للندوات والورش اللي تقيمها، واللي صراحة تغذينا بكثير من المعلومات والقضايا اللي تثير احنا كجانب علمي، تثير هواجسنا كثير من ريد نعالج مشاكل بيئية وناخذ الجانب العلمي في هذا الموضوع. أنا كونا أيضا مختص في موضوع البيئة والعواصف، وأيضا أنا أمثل الوحدة العلمية في تنفيذ اتفاقية رامسار اللي دخل إلها العراق بعد ما تم تسمية الأهوار العراقية كمواقع رامسار ذو أهمية دولية وأيضا كمواقع للتراث العالمي. هذه البقعة اللي هي فريدة من نوعها وإحدى تعتبر إحدى خلينا نقول إحنا الأنظمة البيئية التي تواجه العديد من الكوارث، وأهمها هي العواصف الغبارية. موضوع الندوة أو الورشة هو موضوع العواصف وما يتعرض إلى العراق في من خلينا نسميها كارثة، هي موضوع العواصف. لا يخفي على حضراتكم إحنا بالعراق هو يواجه العاصفة أو العواصف بشكل عام من جانبين، جانب احنا نسميها العواصف اللي هي العابرة للحدود، هذه صعب انه انت السيطر عليها، لكن من الممكن ان تقلل او احنا نسميها تأثيراتها بعد ما تنشأ المصدات، الأشجار، الحزام الأخضر اللي هي يعني كثير من الدول نشوف احنا هناك العديد من الزراعة، العديد من الواحات اللي موجودة على الحدود، يعني حتى بعيدة على النشاط السكاني. لكن المشكلة اللي عندنا وهي أيضا مشكلة كبيرة هي موضوع العواصف اللي هي من داخل العراق اللي هي احنا نسميها البؤر، وهي أهمها الصحراء الغربية وصحراء السماوة. ولكن إذا أريد أن يجي ما يفعله العراق اتجاه هذه الكارثة، كارثة العواصف الغبارية، معظم الدول العالم يمكن ماكو في دولة من العالم ما عندها نظام اسمه يعني نظام الإنذار المبكر. كل الكوارث، كل الديزاستر اللي يعني من المحتمل أن تتعرض إليها أي دولة لها حالة، يعني إحنا لو نيجي نعالج الديزاستر مانجمنت هي من 5 خطوات: بلانينج يعني موضوع التخطيط، موضوع التخفيف،
موضوع التأهب والاستجابة ومن ثم اللي هو الاستعادة. فإحنا إذا ما عندنا منظومة أنا شلون أعرف أنه بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم تجيني العاصفة الغبارية حتى أخذ احتياطات زين. موضوع التخفيف شنو هي العوامل اللي أو شنو هي المشاريع اللي أنا أقوم بيها حتى أخفف من تأثيراتها، بعدين أجي إلى الاستعدادات إلى موضوع يعني التشجير الزراعة وكثير من الأمور، ومن ثم أروح على مشاريع حتى أستعيد وأحافظ على الإيكو سيستم مالتي. الشيء الآخر إحنا يعني أنا كوني يعني مثل ما ذكرت قبل قليل يعني طلعنا على تجارب عديدة من دول العالم، يعني لو نجي إلى شرق آسيا يعني مثل ما تفضل دكتور مراد على موضوع البصرة وموضوع مشروع زراعة هو يعني خفى عليه الاسم، هو موضوع زراعة أشجار المانغروف. لا يخفى على حضراتكم هذه الأشجار اللي معظم دول العالم تسعى إلها واستزرعتها وأصبحت غابات على مساحات جدا واسعة لما لها أهمية خصوصا في موضوع الكلايمت تشين، موضوع يعني حبس السي أو تو. إحنا الدولة نفطية نحتاج إلى زراعة، أنا عضو فريق في زراعة أشجار المانغروف وزرعناها في جنوب البصرة، إلها يعني فوائد كبيرة خصوصا من موضوع امتداد اللسان الملحي، وأيضا هسه بالفترة الأخيرة أنه محافظة البصرة وضع استراتيجية لتوسيع زراعة أشجار المانغروف في المحافظة. فالمشاريع والأفكار عديدة والتجارب اللي موجودة مثل ما ذكر الأخ العزيز الفنان من موضوع صحراء أريزونا، كثير من الأخوان ذكروا يعني المشاريع هي يعني حتى أحيانا ما تحتاج ذاك ذيك الميزانية الكبيرة، بس إحنا نحتاج سلاحين، سلاح التنفيذ وسلاح الاستدامة. أحيانا نقدر ننفذ، نقدر نزرع، يمكن حتى الصحراء نقدر نزرعها كلها، عندنا الإمكانية المادية وعندنا الإمكانية البشرية، بس موضوع الجانب الآخر والمهم يا دكتور رجيهان هو موضوع الاستدامة. الاستدامة هذه جدا مهم، وشفنا كثير من المشاريع يعني اللي تخص العواصف وغيرها تم زراعة أشجار بس لكن وراء فترة قصيرة نشوفها انتهت، يعني ما بها استدامة. ناهيك عن الجانب يعني خلينا نقول قطاع المياه، قطاع يعني خلينا نقول احنا البلدية اللي مسؤولة على التجير عندها إمكانية، بس لكن موضوع الاستدامة هو هذا الجانب المهم. فأرجع وأقول انه احنا لازم عندنا قاعدة، هذه القاعدة تكون متينة ومرتكزة وتديرها مجموعة من القطاعات الحكومية ومشاركة المنظمات المجتمع المدني ومشاركة المنظمات خاصة المعنية بالبيئة الدولية وتجارب يعني خلينا نقول احنا يعني خلينا نقول الخبراء خصوصا العراقيين اللي موجودين في بلدان عديدة من العالم. يعني موضوع التصحر في 2014 اليونسكو سوت يعني اكو تقرير موجود ايضا على النت اذا واحد يقدر يطلع عليه اسمه الإطار الوطني للجفاف، ووضعت العديد من المبادرات هذه المفروض احنا ناخذ بها ونسعى بها وننفذها على ارض الواقع، لان اذا ما ننفذها واذا ما ناخذ هذه الحالات اللي ذكرتها بالموضوع الخمس نقاط احنا من الممكن انه الموضوع العواصف تستمر، وهذه موضوع زياده المساحات الجفاف زياده مساحات التصحر، وبالتالي نشوف احنا نظامنا البيئي هو راح يكون في حاله تدهور، وبالتالي نرجع الى نقطه مهمه موضوع الريكفري راح يكون علينا صعب جدا. آسف على الإطالة وشكرا جزيلا. حياك الله، شكرا جزيلا لكم دكتور ميثم، وفرحين بمساهمتك ومشاركتك، وأحب أن أوجه نداء إلى جنابك الكريم وباقي الأخوة الكرام الذين هم في يعني في تواصل واطلاع ودور ميداني. هذه المنصة بالحقيقة هي منصة منصتكم، وهذه المساحة هي مساحتكم. أتمنى من جنابك ومن جناب الأخوة الدكتور فلاح الدكتور حسين أن يستخدموا الصالون الثقافي العراقي في يعني طرح المشاريع الإيجابية، يعني المستمع والمتلقي والعراقي بشكل عام هو يعني يعيش حالة من السلبية بخصوص ما يحصل، ولهذا تحوم حول الآخر الكثير من الشكوك الغير دقيقة أو التشخيص الغير دقيق. فنتمنى منك ومن باقي الأخوة الأخوات الكرام أن يستخدموا الصالون الثقافي العراقي في طرح المشاريع التي تدعم حالة الثقة ما بين المتلقي ما بين العراقي في أي مكان
وما بين من يتحمل المسؤولية أو في باقي الدوائر وخاصة الأكاديمية والعلمية. دكتور شاكر، عفوا تفضل دكتور. إذا الدعوة وإذا تريدون في المستقبل القريب نلقي محاضرة، أنا حتى كنت حاضر ويا دكتورة جيهان عدة مرات حول الطاقة، حول أمن الطاقة، أي موضوع حول مستقبل النفط والأسعار، إحنا جاهزين في المستقبل. حياك الله دكتور فلاح، نتشرف. طبعا شكرا جزيلا، مداخلات قيمة. ذكر دكتورنا من التكنولوجيا، وأنا متواصلة مع التكنولوجيا في العراق، وزارة التكنولوجيا، تمام؟ وزارة العلوم والتكنولوجيا، أي صحيح، متواصلة وياهم، وأيضا شاركت في مؤتمراتنا سابقا قبل. نعم 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 دكتورة، نعم صح. ذكرت على التخلص من الكربون، وطبعا صحيح كلامك جدا مهم، وشلون نتخلص من الكربون. احنا في هنا يعني نسوي الكربون سيكوستريشن، اللي هي الغاز المصاحب. اكو طرق خاصة اللي يعني ما يروح بالهواء ويلوث الهواء. في الدول الغربية يسوون اكو طرق خاصة اللي نحجز به الكربون ونحوله إلى مواد مفيدة وإلى طاقة أيضاً. فهذا هذا شيء آخر، اللي هي من أحد ملوثات الهواء، واللي أيضاً هذه الملوثات زايد من التغير المناخي وزايد من تلوث التربة وتلوث المياه أيضاً، مو بس الهواء، يعني إذا بدأ ينزل المطر والهواء متلوث كله يعني يصير ملوث. فلذلك كاربون سيكوستريشن هذه أحد الطرق اللي لازم إحنا نطبقها في العراق، وإن شاء الله مستقبلاً يعني أكيد أنتم تشتغلون على هذا الموضوع في بغداد. شكراً جزيلاً دكتورة، حياكم الله. طبعاً نتأمل أيضاً مداخلة من الأستاذة أو الدكتورة وصال إذا أحببت المشاركة. ننتقل إلى الدكتور شاكر، تفضل لكم المايك. شكراً جزيلاً، أنا آسف أرجع مرة أخرى وأخذ من وقتكم، بس حقيقة عندي يعني نقطتين ثلاثة تجدد، وهي أنه شفت أن كل الحديث ورغم عمقه وكموليته لأنه لم يتطرق إلى شيء يعني واحد، وهو سبب هذه العواصف الترابية المتكررة اللي صارت في الآن. وايا بالسوشيال ميديا ناس يحكون ويعزوها إلى أنواع وأشكال الأسفار، بما في ذلك دائرة أنواع الدولة العراقية اللي حقيقة يعني ما أنطت أي تفسير علمي حقيقي لما حد. أنا بس حتى أيضا أخفف عن الناس اللي بدوا يخافون أنه هاي خافت ظاهرة دائمية في العراق، أو ما أعرف في مكان ما سمعت أو قرأت أنه راح يصير بالعراق 200 إلى 300 يوم من التراب سنوية. لا، الحقيقة هاي الظاهرة هي ظاهرة دورية تتكون على مستوى عالم، يسموها ظاهرة النينيو، اللي هي ارتفاع درجة الحرارة مع المحيط الباسيفي. تابعها منظومات جوية مختلفة تغير من أنماط المناخ ليأثر دول العالم، مو كلها بنفس الشكل، بس كل منطقة يصير بها تغير معين. احنا بمناطقنا تصير فترات جفاف بشكل عام من تجي ظاهرة المينيا اللي هي تجي كل 3 أو 5 سنين مرة واحدة. فاحنا الآن تحت تأثير هذه الظاهرة، وبالصدفة هم الظاهرة استمرت سنتين، واحتمال ضعيف جدا أن تستمر للسنتين، بس على الأغلب السنة القادمة راح يكون العكس، وهي ظاهرة النينيو اللي هي ارتفاع درجة حرارة المحيط الباسيفي، وعندنا تصير مناطق تطفي وهي تنزل أمطار، بس حتى نخفض عنها. حتى عندكم كاليفورنيا أثرها مبين، بعض مناطق كاليفورنيا المحيط الأطلس يصير بالهوريكان تزداد. هذا الشيء الآن وجود هالظاهرة الغبار، أكو عندنا 3 أنواع غبار،
نعيش نصلح غبار عالق، غبار متصاعد وعاصفة غبار. تعتمد على سرعة الريح. اللي يصير الغبار المحلي اللي نسميه غبار متصاعد، هذا الرياح من تكون شديدة في منطقة من المناطق تصير غبار، هذا غبار مثار، هذا مو العواصف الغبارية. العواصف الغبارية تصير لما تكون الرياح شديدة، بس تصاعد الغبار مو الهواء يثيرها، وإنما من تتقدم موجة باردة تسميها أو جبهة باردة، الهواء الحار الموجود بالمنطقة يتسلق على الجبهة الباردة ويشيل معها الغبار، وتصير هاي ظاهرة الغبار اللي نشوفها. فهالسنة بالصدفة صارت جبهات باردة اجت، والحقيقة مصدر الغبار اللي فعلا وصلنا للعراق هو على الأغلب مصدر من الأراضي السورية ومن الأراضي الأردنية وبعضها من الأراضي السعودية، لما مرت عليها الجبهة الباردة رفعت الغبار وجت اجعتنا العراق، لأنه حتى من لونه هذا التراب بنسبة حديد عالية اللي هي مو بالتربة العراقية، التربة العراقية بها سواد وصفار، هذه الحمار هو تربة الأردن وسوريا. نعم. فهذا الآن مو كل تيجي من هالمناطق كلها، تيجي بعضها من أفريقيا بس مو كلها من أفريقيا. يعني الأستاذ محمد فرادي قال 11 معنا، يعني تيجي من أفريقيا ومستقصدتنا يعني تيجي للعراق وما بالطريق تتفلتر بشكل أو آخر. بالحقيقة هي هاي العواصف أصلاً أكثر شيء السودان وبمصر، ويسموها بالسودان رياح الهبوب وبمصر الخمسينية، فأحياناً تعبر وتوصلنا وأحياناً ما توصلنا، بس اللي وصلتنا هي مو كلها من أفريقيا بشكل عام. الرياح الأفريقية والغبار الأفريقية يا ما صعد الأوروبا كثيرة. هذه على العواصف. شيء واحد على المياه، يعني بنريد نسوي الحزام الأكبر، أهم شيء يجب أن نفكر باستخدام مياه الصرف الصحي، تدوير المياه واستخدام، لأن إحنا مياه عذبة ما عندنا حتى نصرفها على الحزام الأخضر أو على إنشاء الغابات. الأمم المتحدة من قالت، ما أعرف أحد الأخوان قالت تقرير قال العراق يحتاج كذا مليار لأغراض المشاريع المائية، وما أعتقد يقصد في هذه المشاريع هي مشاريع سدود مائية، لأن بالعراق يوجد ما يكفي من السدود، وأي إقامة لسدود أو خزانات مائية جديدة هو مضيعة للمال لا أكثر، لأن المي اللي يجينا ما يكفي ربع سعتنا الخزنية الموجودة في سدودنا الحالية. مشاريع المياه المطلوبة بالعراق أن تصير هي تدوير مياه الصرف الصحي باستخدامها في أغراض الزراعة وإنشاء هذه الغابات، حصاد المياه اللي أيضا تفضلت بالدكتورة جيهان وقالت المياه الأمطار يحصدوها بإنجلترا اللي عندهم الأمطار كثيرة، فكيف إحنا نخليها توقع على القاع وتتبخر وتتوه. فببناء سدود صغيرة في مناطق الأمطار الشديدة ممكن أن نحجز مياه كفينا لموسم أو موسمين، وهنالك التحلية إلى آخره. فمشاريع المياه المطلوبة هاي. آخر شيء أختم بي أقول الحكي، يعني مو إنشاء، أنا هل قد مختصين اليوم سمعنا ملاحظاتهم، وهم عراقيين وقسم منهم موجودين بالدولة العراقية وقسم منهم خارج العراق، يا حبذا لو نستعمل نستفيد منه. لأن قبل يومين ثلاثة شفت بالسوشيال ميديا واحد يتكلم يقول أنا مدير الغابات أو استجير أو شيء من هالقبيل بالعراق، ويقول لا تديرون بال، خلي تركيا وإيران يقطعون إن شاء الله كل مياه دجلة والفرات، ما يهم هذا، لأن إحنا كلش بسيط عندنا، صلاة استلقاء وحدة بالسليمانية فرضت كل مشكلة المياه بالشمال، فكل اللي نحتاجه نصلي صلاة استلقاء ونخرج. يعني مع الأسف رغم إيماننا الشديد بأن الله سبحانه وتعالى فعلا من ندعوه في الأوقات الحرجة ممكن أن يستجيب للداعين ويمطرها عليهم، بس إذا إحنا اتكاليين نصير بهالطريقة وبهالشكل لا الله راح يستجيب لنا ولا يمطرها علينا. يجب أن نعتمد على العلم والعلم فقط، والله يبارك بالعلم ويحقق
اللي شيء تفيده. شكرا جزيلا واسف للتداخل مرة أخرى وتحياتي. شكرا شكرا دكتور شاكر، مؤسف هذا التداخل الغير واعي ما بين الإيمان والعقيدة والحالة العلمية. تفضل دكتور أحمد إن كانت لديك إجابة على ما تقدم. بس أكثر على يعني أوضح أكثر يعني على تشكيل هذه الجزيئات، لتكوين هذه الجزيئات الترابية من الضروري أن يكون هناك تباين حراري مثل ما ذكر الدكتور، هذا صحيح، بين الأرض الجافة والطبقات الوسطى والعليا من الغلاف الجوي. فعند ارتفاع درجة الحرارة حرارة الأرض، فالهواء والجزيئات الغبارية اللي حملة ترتفع إلى مستويات عالية من طبقة التروبوسفير، يعني راح تصعد ثم تصطدم بالهواء البارد، وهذا صحيح، حتى ترتفع إلى أعلى، وهذا ما سيفعله الهواء البارد من أعلى طبقات الغلاف الجوي، ويؤدي إلى تباين في الضغط. هذا الشيء اللي من ذكر، تباين في الضغط الجوي وازدياد سرعة الريح راح تسبب إلى وجود هذه العواصف الغبارية إلى فترة أطول وانتقالها. شكرا شكرا جزيلا فعلا. وأيضا خصوص النينيو والنينيا، ظاهرة النينيو والنينيا التي هي موجودة في جنوب كاليفورنيا. تفضل دكتور كاظم لكم المايك. شكرا جزيلا أستاذ حازم، شكرا جزيلا دكتورة جيهان على محاضرتها القيمة. بالحقيقة كانت هناك بعض الاستفسارات وبعض بعض الآراء اللي حبيت أطرحها، لكن الوقت ضيق جدا. بس حبيت أن أذكر هنا بأننا نحن هنا في الصالون العراقي قدمنا الأسبوع الماضي محاضرة قيمة للدكتور شاكر المخزومي، بالحقيقة إن شاء الله ستنشر خلال اليومين القادمين. أنا بالحقيقة بس أشجع الأخوة والأخوات إذا طرحت هذه المحاضرة على الموقع، موقع الصالون، أن يراجعوها، لأنها محاضرة تستكمل محاضرتك القيمة، وإنها طبعا هنالك أسئلة كثيرة يتبادر إلى أذهاننا ممكن أن يجيب عليها الأستاذ شاكر المخزومي في محاضرته التي سبقت، وهي عن الاستمطار الطبيعي الصناعي اللي هو واحد من العوامل اللي يؤكد أو واحد من العوامل التي يغير هذه الظاهرة، ظاهرة العواصف الترابية. فأنا أدعو الأخوة والأخوات أن يراجعوا هذه المحاضرة إن شاء الله إذا نشرت خلال هاي اليومين القادمين. دكتور رباب صالح، نعم تفضلي أستاذ لكم المايك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للصالون الثقافي العراقي على هذه المحاضرات القيمة والتي تتناول مختلف الجوانب العلمية والأدبية والإنسانية، وهذه واحدة من المحاضرات القيمة والرائعة جدا التي تشغل بال المواطن العراقي في هذه الأيام. عذراً أنت دخلت في اختصاصات السادة والأساتذة الكرام ممن تخصصهم في الموارد المائية أو في جانب البيئة، لكن كطرح أنه حتى المواطن الإنسان البسيط له دور في هذا التصحر، وله دور أيضاً في إيجاد حلول لمثل هذا الوضع الذي نعيشه الآن. مثلاً تغيير جنس الدور من أو الأراضي من جنس زراعي إلى جنس إسكاني، تجريف الأراضي الذي حدث في الفترة والآونة الأخيرة مما ساعد على التصحر كثيراً. إذا تتذكرون معي مناطق كمناطق زيونة وشارع فلسطين والوزيرية كانت من خضراء تماماً،
بدأت البيوت تقسم وكانت الحدائق فيها عامرة وكبيرة المساحة. الآن أصبحت البيوت لا تتجاوز 100 متر وشبه منغلقة من غير أن تكون لها حدائق ولو بمساحات صغيرة. هذا يساعد أيضا على التلوث البيئي، يساعد على إثارة الأتربة، يساعد على عدم وجود الحزام الأخضر. نتذكر جميعا من منطقة الوزيرية وهي تعج بأشجار الصفصاف وأشجار السيسفان، وهي من الأشجار المعمرة والتي لا تحتاج إلى سقاية كثيرة أو إلى مياه كثيرة. أشجار الخروع التي كنا نزرعها في حدائقنا وكانت أيضا تستعمل في استطبابات موسمية مثلا، يعني في معالجة بعض الاستطبابات التي تحدث مع مواسم الحساسية وما غير. فإذا المواطن له دور كبير أيضا في معالجة هذه الظاهرة. قبل هذا وذاك، القضية هي فيها جانبان، جانب سياسي وجانب فردي. الجانب السياسي يحتاج إلى إرادة وطنية حقيقية، وهذا ما نفتقره حقا على الرغم من المشاريع والأحلام والخطط والأوراق الموقعة، لكنها لا تنفذ على أرض الواقع. أعتذر مرة أخرى أن دلوت بدلوي مع الاختصاص، وشكرا لكم. حياك الله دكتور رباب، أحسنتم وجدتم فعلا شخصي الكثير من هذه المشاكل. شكرا لكم دكتورة. أن ننتقل إلى دكتور حسين الواسطي لمداخلته، تفضل. شكرا جزيلا أستاذ حازم، أعطيتني فرصة ثانية. حقيقة أنا بس حبيت يعني أوضح، أنا داخل البلد هنا، وزرت أريزونا وزرت واشنطن وزرت دول أخرى ودول أوروبية كثيرة. إحنا تربول حالنا بالعراق مو بهالمأساوية والسوداوية اللي موجودة. دكتور ميثم عبد الله سلطان ذكر أن موضوع الإدارة المركزة، إحنا عندنا مركز الأرصاد الجوية الزراعية ويطي الموقف بالساعات، بس يحتاج لواحد يطلع على الموقع مالته. يعني قد نكون إحنا شوية متخلفين في موضوع إيصال المعلومة للآخرين ونشرها، وشوية ضعيفين في الإعلام. هذا واجب حقيقة كثير من وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الوسائل الحديثة بإيصال المعلومة. صحيح إحنا واقعنا مثل التفاؤل كثيرا، بس ترى إحنا وضعنا مو في السوداوية. عندنا خبراء كثيرين عراقيين، عندنا تواصل مع خبراء عراقيين خارج العراق في أستراليا وفي بريطانيا، من يعني جمعيات العلماء العراقيين، محمد الربيعي، رياض هويدي في بريطانيا، كثيرين أيضا في أمريكا أيضا موجودين. احنا ما منقطعين عن العالم حقيقه، واصور الاستاذ ميثم احد باحثين الشباب في وزاره العلوم والتكنولوجيا. حقيقه موضوع التصحر هو ليس جديدا في العراق. انا دزيت الاستاذ حازم الان صوره العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه متبنين رعايه واستدامه الحزام الاخضر لكربلاء الشمالي والحزام الاخضر الجنوبي في كربلاء. احنا غير قادرين ان ننفذ ما راد الاخ حسن الجنابي أن نسوي حزام كامل من جنوب الموصل إلى الزبير، ما عندنا مياه جوفية كافية لهذا الموضوع. أكو محدثات، السيدة المحاضرة البروفيسورة العزيزة طرحت موضوع الأهوار. أنا من ما عندي مياه تجيني لأغراض الزراعة، يعني كميات الحاجة الفعلية للزراعة. هذه السنة الخطة الزراعية الصيفية انطينا فقط موافقة على زراعة 10,000 دونم، فقط 10,000 دونم للرز. ما عندي مي فائض أجيب الأهوار، وما مستعد أخلي بالأهوار مياه صرف صحي أو مياه بزل. فالموضوع يعني إحنا لا كلش نخلي الوضع الآن بسبب الشحة في كل في دول الإقليم نخليه الآن هو وسيلة لل شو نسميه إنه انتهي العراق. بعد العراق بخير، أبناء موجودين بالخارج لا زال يتواصلون ويا الداخل، أبناء الداخل أيضا متحمسين. وحقيقة هاي عملية التعميم، الجماعة المسؤولين اللي قاعدين بالعراق بس يطلعون إفادات كلش ما يستفيدون. منو قال هالشكل هالشي؟ أكو ناس فاسدون في كل مكان، في كل الدول فيها ناس فاسدين وناس مخلصين نزيهين. وهذا صراع من أيام قابيل لما قتل هابيل أبناء آدم، هو موجود الشر والخير نفس الشيء. الآن أكو ناس من المسؤولين ناس فاسدين وأكو ناس خيرين، وهذا صراع موجود حقيقة. بس ما يعني ترى إحنا سوداوية. أنا ابن العراق، ابن مغترب خارج العراق في دول كثيرة، ما أشوف الوضع ترى بالصورة. نعمل كل المسؤولين يطلعون برا ما عندهم بس إفادات ونسات يرجعون، لا مو هالشكل الأمور. اسألوا المنظمات الدولية اللي تدخل العراق، معظم خبراء المنظمات الدولية اللي يجون العراق بسبب الوضع الأمني هم عراقيون،
ابناء هذا البلد، وانتم ايضا نفتخر بكم، انتم ابناء البلد وبنات البلد، انتم رفعت راس لنا، انتم لساننا الناطق خارج العراق، واحنا ابناكم واخوانكم داخل العراق. وشكرا جزيلا. حياك الله استاذي العزيز دكتور حسين الواسطي، احسنت واجدت، وبدون شك هذه النظره المتوازنه الى الوضع والى الاحتياجات الميدانيه هي ممنون لك في الحقيقه، لانه بدون ادنى شك نحاول قدر الامكان ان نكون اكثر ايجابيين، ولا يمكن للسوداويه او السلبيه ان تحل شيء. تفضلي دكتوره. شكرا جزيلا دكتور حسين الواسطي على مداخلتك القيمة. ونحن عراقيين، ونحن عراقيين حتى لو حامل شاكلة، جمعيتنا جمعية عراقية ثلاث جمعيات عراقية في لندن، هذول يقولوا لي انت شلون في لندن وسوين جمعية عراقية؟ احنا جمعية عراقية، والله هي جمعية عراقية، ما نشتغل بس على العراق. بارك الله بكم، وأيضا بكل اللي سووا مداخلات جدا قيمة وعندهم اهتمام شديد بتحسين البيئة العراقية، وإن شاء الله يعني نتعاون سوية، نتعاون حتى نخلص من شيء اللي صار بينا، بس لا يرجع قاتل آخر فشكل التسمم السمك اللي صار عندنا، الموت الجماعي للسمك. يعني طلعت ثاني هواية مقالات، يعني اللي عندي مقالة أيضا راح تطلع دزيتها اليوم مقالة أخرى. ف يعني إن شاء الله نتعاون سوية، نتعاون لأجل رجع عراقنا الحبيب، وعملنا طوعي، نذكر هذا دائما، عملنا طوعي وحاضرين للتعاون في كل الأساليب، وإن شاء الله راح نحتفل في يوم البيئة العالمي في الأسبوع القادم. جمعيتنا منظمة بس فعالية خاصة، وراح يحضرها السيد الوزير وزير البيئة العراقي إن شاء الله، وإن شاء الله نطلع من عندها قرارات مهمة لنستخدمها هاي القرارات والتوصيات للمؤتمر الكبير الدولي في جامعة UCL اللي راح يصير عندنا النظمة بعد شهرين إن شاء الله، وراح والجميع معزومين لحضور هذا المؤتمر الكبير. شكرا جزيلا، شكرا جدا جدا، حياك الله. شكرا جزيلا. في أدبيات المجتمع الأمريكي يقولون على طاولة القرار يجتمع صاحب القرار والمستفيد من القرار، أي الـ يعني الدوائر التجار أو رجال الأعمال، وكذلك المستهلك أو المواطن والمجتمع المدني والمواطنين بشكل عام. هذه المنصة الصالون الثقافي العراقي تحاول تفعيل مساهمة ودور المجتمع، وبدون يعني النيات الصادقة المساهمات الفردية الخاصة، هي يعني الشخص متبرع في أن يعطي المعلومة، في أن يقوم بواجبه، لا ينتقل المجتمع العراقي إلى حالة من المشاركة بالحلول. وهذا الضغط بدون أدنى شك يجب عليه أن يولد يعني عامل محفز وعامل رادع إلى من يتحمل السلطة، وهذا الصراع القائم منذ الأزل عليه أن ينتقل إلى الحالة الإيجابية حتى ننتقل إلى حالة أفضل. هناك مداخلة أعتقد هي الأخيرة من قبل الدكتور مراد، تفضل لكم المايك. شكرا عزيز. أنا بس تعقيب على الأستاذ الواسطي، المشكلة اليوم العراق يعاني، العراق صحيح في كفاءات وفي رجالات، اليوم ماكو حل، الحلول فقط كلام، الأرض الواقع لا يوجد حل، التقطيع للأراضي المستمر، الإرادة الحكومية لإيجاد حلول غير جدية، الوضع يسير نحو الأسوأ. حضراتكم كلكم موجودين خارج العراق طبعا، أنا مستعد أنقل لكم صورة من البصرة، فيديوهات من البصرة، أراويكم الأنهار، أراويكم البساتين ما زالت تجرف، أراويكم الأشجار التي تزرع زراعة بائسة غير مفيدة، أشجار غير مناسبة،
تزرعها من هنا ما إلها إدامة، ما تعطي الفائدة. أنا شنو أسوي بالرجالات، وش أسوي بالكفاءات، وشنو أسوي بكل هؤلاء الكم الهائل من الناس إذا ما يسوي لي حل؟ أنا أريد أشجار تجيني من خارج العراق. وين الأشجار؟ حضراتكم كلكم أنتم خبراء، أعتقد اللي بيكم متخصصين. أريد خبراء جيلي أشجار معمرة تنقذ بيئة العراق. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً لكم. فعلاً هي حالة غريبة نعاني منها في العراق، وهو عدم تشخيص من يتحمل المسؤولية. وكانت يعني كان لابد يعني كيفية تشخيص المسؤول. يعني ذكرت الدكتورة وزارة البيئة العراقية هي الجهة المعنية، هي الجهة المسؤولة، هي المراقبة تشرفها. وهي بصراحة القول هي الجهة التي تتحمل ما يعني سوء الترتيب وسوء الاستراتيجية التي لا مو 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 جم مو يعني أعتقد أنه أنا أعتقد كل الوزارات تتحمل هذا الشيء. وزارة البيئة عملها عمل رقابي وإشرافي، الوزارات الأخرى يعني وزارة المياه هي الوزارة الأساسية اللي تتحمل، ووزارة الزراعة هي الوزارة المهمة في هذا العمل، وأيضا وزارة الصناعة. فبالحقيقة راح يصير تعاون من جميع الوزارات، لأنه وزارة البيئة ما عندهم صلاحيات، يعني وزارة البيئة عملهم إشرافي ورقابي، وأني مراقبة العمل مالتهم صراحة. يعني أحكي الصدق، يعني سابقا قبل سنين ما كنت أشوف فتش شغل زين، بس هسه بدوا يشتغلون زين، ويعني مراقبة شغلهم. فهي مسألة هي تعاون من كل الجهات. نعم بدون شك. مشكلة في البصرة، مشكلة كلش، يعني لازم احنا نتحمل كليته، لازم نساعد البصرة. يعني البصرة هي كلش، يعني التلوث البيئي، شحة المياه، العواصف الترابية، كل شيء دي يصير بيها مدمر هناك، الوباء الكثير، السرطانات، يعني مراقبة هاي الوضعية. ودائما يعني ان شاء الله يعني راح نشارك اخواننا من البصره عن قريب، رئيس جامعه البصره والاخوان الاخرين يعني راح يكونون معنا ان شاء الله. ان شاء الله بدون شك. شكرا. حب اضيف اي نقطه؟ عفوا. تفضل. انا كنت في بغداد قبل اسبوعين، واقف على احد الجسور، للاسف الشديد انبوب كبير للمياه المجاريه يصب في نهر دجله. الان في القرنيه قبل اسبوع انبوب كبير ايضا للمجاري يصب في مياه اعتقد الفرات. الآن البصرة كل المياه المجاري تصب في مياه شط العرب. المشكلة يا أخوان إحنا بينا بالإجراءات الحكومية. اليوم تركيا وعلى لسان السفير التركي قبل أيام قال إنه العراق هو الذي طلب من عندنا تقليص الكميات الواصلة إلى البص إلى العراق. هذا الكلام أنا سمعته من أحد المسؤولين في تركيا وعلى لسان السفير التركي، هم عفوا السفير العراقي، العراق هو اللي طلب تقليص الحصص المائية للعراق. المياه جاي تهدر من خلال التلوث، من خلال المياه المجاري التي ترمى، من خلال الأزبال التي ترمى في الأنهر، من خلال ضياع الكميات المياه التي تذهب إلى شط العرب، وعدم الجدية في إقامة سد أو هويس على مياه شط العرب. شكراً. كان بودي أن أختم ولكن لا أستطيع أن أتجاوز أخي وأستاذي الدكتور أحمد حماد. تفضل. السلام عليكم. الحقيقة لم يكن لدي يعني لم يكن في نيتي أن أتداخل، لأني حقيقة كنت مستمتعا بهذه الورشة. يعني فعلا الصالون مشكورا استطاع في الآونة في الأخيرة، هو كان يعمل كما أشرت أنت أستاذ حازم على أن يجعل هناك قناة وصل أو ورشة عمل بين المواطن والثقافة والمسؤول والحياة وكل مشاكلنا. وأعتقد اليوم وهذه المحاضرة تحولت إلى ورشة بالمحاضرة الكبيرة الخبيرة الأستاذة الدكتورة
وبما قدمته وطريقة تناولها للقضية وبالمحاورين المختصين الأساتذة الأفاضل، سواء منهم الذين يعني وأكثره الذين تداخلوا، وهذا الشيء المهم في قولي ورشة، أنهم من المختصين سواء في مجال العمل أو في المجال النظري لهذا الموضوع، وبالتالي فعلا تحولت إلى ورشة عمل. ملاحظتي فقط يعني هذه التي أحببت حتى نكتمل، نحن عادة لدينا مشكلة أعتقد أنها مشكلة ثقافية اجتماعية، وهي أننا دائما حتى في ورش العمل التي يفترض بها أن تنجز هدفا أو غاية أو إجراء معينا، دائما نذهب إلى هذه الطريقة الثقافية في الشكوى أو رمي نعم نعرف لدينا مشكلة سياسية وخلل، بل جريمة سياسية تمارس بحق الوطن، لكن ما الذي يجب أن نفعله وما الذي نستطيع أن نفعله؟ أعتقد كما تعلمنا في الورش العلمية أننا يمكن أن نصل كما الآن إلى بعض الإجراءات التي تساعد والتي نبدأ بالتثقيف عليها، وبالتالي ممكن أن نبدأ بطريقة ما، بفكرة ما، بأجراء ما، أفضل من أن ننتظر أو فقط أن نلوم أو نقول أنه نعم كلنا الشعب العراقي كله يعرف أن الحكومة مقصرة، لكن ما الذي يمكن أن نصنعه؟ أعتقد اليوم هذه الورشة وما وعدت به الدكتورة، تقول هناك مؤتمر، والدكتور حسين أيضا قال أنا مستعد لأقدم ورشة أخرى في مجال الطاقة، وأعتقد أن سياسة الملتقى وهي الآن التي بدأت تنتج الثقافية والفكرية والتي يشتغل عليها هي هذه، أن يصل إلى ورش عمل في كل المجالات في الثقافة النظرية أو في الثقافة الحياتية الخاصة. لذلك أحببت أن أشير إلى هذه القضية، علينا أن ننتبه إلى الإجراءات والتفاصيل ولا ننشغل بالإشكال السياسي الكبير الذي هو إشكال محبط ومعوق ويجعلنا نحس أننا لن نستطيع أن نفعل شيء. شكرا لك أستاذ حازم، شكرا للدكتورة الفاضلة على هذه المحاضرة، شكرا لكل الأساتذة، وأنا غير مختص، أنا رجال في الإنسانيات، لكنني فعلا شكرا أشكرهم جدا لأنني أصبحت لدي على الأقل رؤية تقارب أن تكون علمية لمشكلة بلادي، وأحسست أن هؤلاء الذين تداخلوا السادة الأفاضل لو يعني فقط غيروا مسار الحراك، بدل أن يتحول هذا الفكر وهذه الإجراءات إلى أنها ننتظر الحكومة أن تفعلها، أن نبدأ بإيجاد آليات لتفعيلها. أنا أشكرهم جدا وأشكر المنصة كثيرا كثيرا. الصالون الثقافي فعلا أصبح ورشة عراقية تستخدم يعني كل ما تستطيع من فكر ومن آليات، ومن باعتبار أن أكثر يعني القائمين عليها هم في أمريكا والعالم المتقدم، وبالتالي يريدون أن يقدموا هذا الفكر وهذه الإجراءات ويتعاونوا مع الشعب. شكرا لكم أحبتي. شكرا، والسلام عليكم. الله. حياك الله دكتور حمادي، أحسنت وأجزت، وجزيل الشكر. تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا على مداخلتك القيمة وعلى استمتاعك، وإحنا استمتعنا مع الجميع، جميع خبراء وشاركوا مشاركة فعالة، وكلنا أخوة وخوات، وإن شاء الله كلنا نتعاون. يعني أنا أتذكر من بديت أشتغل وأسوي العمل الطوعي، ومن خلال 40 سنة يعني بالعمل الطوعي، بس يعني الشيء انه شلون احنا نطي يعني مو يعني شلون احنا نشترك مع الجميع. جت حكومات وراحت حكومات ويقولوا لي بعدكم ويا هاي الحكومه، اقول لهم احنا مع الجميع بس الخاطر الشعب العراقي، احنا مو مع شخص او حزب، واحنا ضد الاشياء هذه كلها، بس احنا نريد ان يعني نخدم وطننا ونشارك في عمل بناء العراق. فلذلك يعني أأمن مشاركة الجميع وتعاوننا جميعا، وجهود جبارة اليوم من الصالون العراقي، ومشكورين كلش في استضافتهم، وإن شاء الله نحضر فعالياتهم القادمة، وبالتوفيق يا رب. حياكم الله، شكرا جزيلا لكم دكتورة، وأحسنتم وأبدعتم بالحقيقة في طرح الإشكالية وطرح أسبابها وطرح الحلول وتفعيل الإحساس بالمسؤولية من قبل
المواطن العراقي من قبل مسؤول عراقي، من قبل المؤسسة العراقية، من قبل مؤسسات المجتمع المدني. أترك الحديث إلى أستاذ نزار وتفاصيل لقاء الأسبوع القادم. تفضل أستاذ. شكراً أستاذ حازم، جزيل الشكر، خالص شكري وامتناني للدكتورة بابان على هذه المحاضرة القيمة. جزيل الشكر للأخوة الحضور.